بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة يوم الثلاث، مليئة بالفقرات الهامة، مليئة بالفقرات اللي فيها بعض التفاصيل المهمة، بالتأكيد على ألقي الضوء على المستجدات المتعلقة بالنشاط الرياضي وكرة القدم سواء في إفريقيا في أوروبا، النشاط المحلي خلال الفترة القادمة. في بعض الأمور بالتأكيد في هذه الحلقة هنتابعها من خلال أكتر من فقرة. الفقرة الحوارية الأولى النهاردة بيشرفنا وبينورنا زي كل يوم ثلاثة أنتم متعودين معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عويس، وفي كواليس كتيرة في هذه الفقرة متعلقة بما هو قادم بالنسبة للكرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بفكرة استئناف النشاط، متبقي على مهلة اتحاد الكرة فيما هو متعلق باستئناف النشاط بعد حوالي 8 أيام، إيه الجديد؟ اتحاد الكرة بيفكر إزاي؟ كمان فكرة تغيير لجنة الحكام، إحالة عدد من الحكام إلى تحقيق خلال الفترة الأخيرة، كل دي ملفات بالتأكيد هنناقشها مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عويسي. الفقرة الحوارية الثانية هنحاول نشوف بقى اللي بيحصل في أوروبا بالظبط خلال الفترة الأخيرة، سواء في الدوريات الخمس الكبرى، سواء فيما هو متعلق أيضا كمان باستعدادات الأندية، استعدادات اللعيبة، تخفيض الأجور، تخفيض العقود، يعني أبحاث الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، توصيات الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الدولي، كل ده بالتأكيد هنناقشه في الفقرة الحوارية الثانية، وهنطبق ده على الوضع في الكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية. كل ده بالتأكيد هيكون مع الناقد الرياضي والمحلل الفني ورئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد. الفقرة الحوارية الثالثة برضو زي كل يوم ثلاث متعودين معانا بتكون فقرة مختلفة شوية، لأن احنا بنفتح مع بعض صفحات التاريخ، ذكريات التاريخ، تأسيس النادي الأهلي، رد الاعتبار لتاريخ النادي الأهلي. فقرة ثابتة كل يوم ثلاث بنناقش فيها موضوعات مهمة جدا، وفرصة طيبة للأجيال الجديدة تسمع من المؤرخين ومن كتاب التاريخ الجديد بالنسبة للفترات السابقة، إزاي تأسس النادي الأهلي، بعض المؤسسين وبعض الرموز إزاي كان لهم دور في تأسيس النادي الأهلي والدور الوطني اللي على أساسه تم تأسيس الأهلي في 1907. النهاردة عندنا بعض الرموز والمؤسسين بعد الحلقات السابقة اللي استعرضنا فيها الفكرة في حد ذاتها، وهنتابع كل ده بالتأكيد النهاردة مع اثنين من ضيوفنا ونجومنا في هذه الفقرة، المؤرخ الرياضي والناقد الرياضي الأستاذ سعيد وهبة، وأيضا الزميل العزيز الأستاذ محمد مصطفى. النهاردة حلقة بالتأكيد دسمة مليئة بالموضوعات المهمة، وقدر الإمكان في برنامج الأهلي الليلة تحديدا بنحاول نواكب الأحداث العالمية ونشوف المستجدات بالنسبة للكرة المصرية، ودايما بنتكلم في موضوعات تهم المشاهد، دايما بنتكلم في موضوعات ازاي الكرة المصرية ممكن تستفيد بالمرحلة الحالية عشان نتخطى الأزمة الموجودة دي بدون ما يكون في خسائر مالية كبيرة، وأيضا كمان الناحية الفنية والناحية البدنية واللياقة البدنية لكل الفرق، ازاي الناس تستفيد بهذه الفترة عشان ما يكونش في خسائر كبيرة جدا خلال الفترة الجاية، كل ده بالتأكيد بسبب موضوع فيروس كورونا وانتشار هذا الفيروس اللعين وتأثيره على الحياة بشكل عام وعلى الرياضة وكرة القدم بشكل خاص. لكن في فقرة الانترو عايز أنوه على جزئيتين. الجزئية الأولى وهو الدور المجتمعي. في الحلقات السابقة دايما كنا بنقول أخبار وبنتابع الموضوعات اللي بتحصل في أوروبا وفي العالم عشان نشوف الناس بتفكر إزاي، الناس بتشتغل إزاي، الناس إزاي عندها حلول لأي سيناريو ممكن تفكر فيه الفترة الجاية عشان تخلص من الأزمة دي، والأزمة دي ما يكونش لها تأثير مادي كبير جداً على المرحلة اللي جاية، لأن إيقاف النشاط وتعليق مباريات الدوري تأثيرها بالغ جدا على كل المسؤولين وكل المشاركين في صناعة كرة القدم بشكل خاص. فبالتالي الدور المجتمعي في مسألة تخفيض العقود، في مسألة تحديد النسب كل دوري حسب المداخيل المالية، في مسألة التعامل مع الموظفين والعمال واللي بيتعلقوا بأهمية هذا النشاط واللي بيتأثروا بأهمية هذا النشاط، إزاي الأندية ليها دور في هذا الأمر، الاتحاد المعني، الاتحاد الأهلي المعني بتنظيم المسابقات إزاي كل دور في ظل ما في وجود لروابط الأندية وروابط اللاعبين. كمان بقى الدور المجتمعي إن هذه الأندية وهذه الاتحادات لازم تقوم بدور مجتمعي في مساعدة الدولة في كيفية إن هي تقدر تتخلص وتتحدى فيروس كورونا. النهاردة هندي أمثلة وهنتكلم في هذا الأمر ما بين الدوري الألماني، إزاي في أندية بتواجه شبح الإفلاس، وإزاي في أندية بتعرض إن هي ممكن تخفض الأجور والعقود سواء بالتلت لو الموسم تم إلغاؤه، أو حتى السدس إذا الموسم ما تمش إلغاؤه واستأنفوا النشاط خلال الفترة الجاية. إزاي كمان الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي بيساعدوا الأندية على القرارات دي
ان هو بيأجل كل الاحداث الاوروبيه والاحداث الدوليه الكبيره حتى فيما هو متعلق باجنده يونيو، اجنده شهر 6 الاتحاد الدولي اجلها، قال لك خلاص مفيش مباريات دوليه في شهر 6، كل ده هيتاجل، كل ده هيترحل، كل ده بيتعمل ليه؟ عشان الدوريات تستكمل. فبالتالي هنا الناحيه الانسانيه في اهميه الدور المجتمعي ان الكل بيتعامل مع الامر في اطار ان محدش يطلع خسران، ولا قدر الله لو في خساره تبقى خساره ماليه قليله مش كبيره. لان كمان عدم استئناف الانشطه الرياضيه وعدم استئناف المباريات الدوريات الاوروبيه والدوريات الكوره انت بتتكلم في خسائر ماليه ممكن تصل الى اي جهه رعايه او بث فضائي ليها الحق في استعاده هذه الاموال، وبالتالي الانديه هتخش في قضايا كبيره جدا خلال الفتره الجايه. فبالتالي الدور المجتمعي في الدور اللي بتقوم به اللعيبه مع الانديه في التعامل مع العمال والموظفين، وايضا كمان الدور المجتمعي للانديه والاتحادات المعنيه ازاي يكون لها دور مع الدوله في التعامل مع هذا الملف. كل ده بالتاكيد العالم شغال عليه. في مصر للاسف الفتره الاخيره سواء للاعلام الرياضي او المسؤولين عن الرياضه او نجوم الكره تحديدا السابقين للاسف واخدين في سكه مش في وقتها. ومرحله الفراغ دي العالم كله بيشتغل على ان الفراغ ده ازاي يخرج من الخسائر ديت. لكن الفراغ في مصر للاسف مخلي نجوم الكره السابقين رايحين بين الملفات ملفات سنويه. مش هقدر اقول اكتر من كده لكنها ملفات سنويه. ملفات سنويه يعني ملفات ملهاش اي قيمه عند المشاهد في التوقيت الحالي، سواء بتتكلم في ذكريات او بتتكلم في قرارات ممكن بعض الانديه بتاخدها داخليه شان داخلي بالنسبه لها، لكن للاسف بنستغل الفراغ ده في ان احنا بنتكلم في مواد اعلاميه ليس لها قيمه عند اي مشاهد وليس لها قيمه عند الاتحادات المعنيه نفسها او المسؤولين ممكن ياخدوا معلومات او يستفيدوا ببعض الاطروحات عشان يقدر المسؤول او النادي او الجهه اللي بتحاول ممكن تستفيد بهذه الخطوة إزاي تمر أو تعبر بهذه الأزمة لبر الأمان. فبالتالي الدور المجتمعي ودور نجوم الكرة السابقين للأسف مش قايم بنفس الواجب ونفس الدور اللي احنا شايفينه في أوروبا. العالم بره بيفكر في اتجاه وللأسف البعض هنا في مصر بيفكر في اتجاه تاني خالص. الدور الإعلامي اللي احنا ممكن نقوم بيه ان احنا بنساعد في هذا الإطار، ان احنا بنقدم المعلومة، ان احنا بنقدم الرؤية، بنقدم إزاي الناس بتفكر وإزاي الناس بتساعد نفسها عشان تخرج من الأزمة الحالية. نقطة تانية كمان مهمة أختم بها فقرة الانترو قبل ما أطلع إلى فاصل، وهو الأمر المتعلق بجماهير النادي الأهلي. هذه الجماهير العظيمة اللي كل يوم عن الآخر بتقدم بجد ما يؤكد إنها أو إنها الدرع والحمى لكيان النادي الأهلي. هذه الجماهير العظيمة اللي لا يمكن أن تقبل أي خروج عن النص بالنسبة للنادي الأهلي. والجماهير عارفة كويس جدا في مرحلة ما لو انت عندك ملفات بتنجزها او بتخلصها سواء نجحت فيها او لم توفق فيها بتقفل الصفحة وبتبص على اللي جاي. ملف التجديد وملف اللاعبين خلاص قصة وانتهت، نبدأ نفكر في الفترة الجاية. الفترة الجاية ازاي ممكن نستعد لاستئناف المباريات، الفترة الجاية ازاي ان شاء الله الجهاز الفني يكون في حالة استقرار عشان المرحلة الجاية نقفل كل الملفات السابقة. اي حد عايز ياخدنا في الاطار ده بالنسبة لنا الاطار ده مقفول انتهى خلاص، بنبص للمستقبل. فالجماهير العظيمه دي ايا كان الشخص اللي ممكن يتكلم او يثير فتنه او يتكلم في امر ما يغضب او يعمل ازمه، الجمهور عارف كويس جدا مصلحه النادي الاهلي فين، فبيحط المعيار الاساسي ان الاهلي فوق الجميع وبيبص للمستقبل ودايما بيحط الاهلي في اطار ان النادي الكبير ده حتى لو البعض بيحاول ان هو ينال منه في معلومه في راي في وجهه نظر، الناس بتبقى عارفه كويس جدا المعلومه والراي والوجهه النظر امتى تبقى إيجابية وفي صالح الكيان وفي صالح النادي وإمتى بتبقى المصلحة شخصية. فالناس بتعرف تفلتر وتعرف مين اللي بيتكلم للمصلحة العامة ومين اللي بيتكلم للمصلحة الشخصية أو المفروض ما يتكلمش في بعض الأمور اللي لها علاقة بالشأن الداخلي بالنسبة للمرحلة اللي جاية. بجد هنيئا للنادي الأهلي بجماهيره العظيمة اللي كل حالة هنأكد على هذا الأمر، لأن الجماهير العظيمة دي بتضرب المثل والقدوة في إنك إزاي تحافظ على استقرار النادي، ازاي تحافظ على مبادئ وقيم النادي، وازاي تساعد برؤيه محترمه ورؤيه ايجابيه لكي نتخطى المرحله الحاليه. واللي ده بالتاكيد احنا كدورنا الاعلامي هنناقشه في فقرات النهارده من برنامج الاهلي ليله. دي كانت اطلاله عامه بالنسبه للاحداث الجاريه. طبعا الاخبار قليله، الاحداث قليله، لكن في نفس الوقت في ارقام، في معلومات، في موضوعات مهم ان احنا نناقشها النهارده في برنامج الاهلي ليله. ونحاول نقدم النهارده ان شاء الله كلام جديد بالنسبة لكل المشاهدين، لأن احنا معودينكم دايما معانا بنسبة بخطوة قبل أي حد عشان نشوف المستجدات بالنسبة للفترة الجاية
وازاي نطبق ده ان شاء الله على الكرة المصرية وعلى النادي الاهلي ان شاء الله في المرحلة اللي جاية. اكتفي بهذا القدر واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد اويس. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله بالتاكيد بيشرفنا وبينورنا زي كل يوم ثلاث متعودين معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد اويس. ابو حميد ازيك، منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد، و ايه الاخبار؟ بنورك وبنور الناس الجميله اللي في قناه النادي الاهلي. ايه الاخبار؟ النهارده عندنا كلام جديد خالص، هنتكلم على كورونا ان شاء الله. يعني كلام مختلف عن الثلاث اللي فات واللي قبله واللي قبله. طيب، تاثير فيروس كورونا للأسف يوم عن الآخر التأثيرات بتبقى كبيرة جدا، سواء تأثير مالي، تأثير اقتصادي، تأثير فني كمان على الأندية. أولا أنت شايف الحدث ده في مصر مدى تأثيره على الناس عامل إزاي؟ وإحنا دخلنا أعتقد دلوقتي في الأسبوع السابع أو الثامن، ممكن الأمر ده يعني منتصف إبريل، نهاية إبريل، تقييمك ورصدك للأحداث دي شايفها إزاي؟ لا، هو حتى الان في العالم كله ما حدش عارف الامر هيوصل، فانتزاج زي العالم كله. حتى لو الحمد لله يا رب احنا لسه الحالات عندنا ماشيه بمعدل كويس، ولسه ما دخلناش في منطقه تحس فيها بقلق، ولكن برضو انت مرتبط بالعالم، لان لو حتى عندك حاله واحده فانت برضو لسه في مرحله الخطر، لازم ينتهي الموضوع تماما من العالم كله عشان يبدا العالم يرجع تاني زي ما كان. تاثير الفيروس كورونا على الكوره في العالم كله باين، الا في مصر تحس ما فيش حاجه، يعني كاننا ما فيش حاجه عندنا حصلت، يعني الموضوع هي الكوره واقفه بس. العالم كله بيفكر في حلول، العالم كله بيفكر الدنيا ترجع ازاي، العالم كله بيفكر هنعمل ايه، الا الناس عندنا في بعض المسؤولين على الانديه او الدوري يتلغي امبارح وفي خلال الايام اللي فاتت الفيفا والاتحاد الاوروبي اليويفا قرارات صارمه جدا بشان استكمال المسابقات. كل الناس عايزه الكوره بعد ما الازمه تخلص ترجع وترجع المسابقات تستكمل، حتى لو الموسم بقى ممتد واتقلبت المواسم وبقى بدا الموسم الجديد في ديسمبر او في نوفمبر القادم. فالعالم كله بيفكر في استكمال الموسم، الا احنا هنا الناس في الانديه عايزين الدوري يتلغي، عشان واحد ما بينافسش على البطوله فعايز دوري يتلغي، واحد بينافس على الهبوط فعايز دوري يتلغي، حتى الناس اللي في الدرجه الثانيه عشان في ناس هتهبط وناس هتصعد عايزين. الحقيقه ده مش في الكوره، ولا ده اقتصاد هينهار وانديه ممكن تفلس وحاجات كده غريبه جدا. يعني لازم يبقى في، انا يعني الكلام اللي عندي من مسؤولين اللجنه الخماسيه ان عندهم حلول كتير وقايلين مقترحات كتير، ولسه بيتكلموا فيها مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه عشان يبداوا يطرحوا حلول لعوده المسابقه بعد انتهاء ازمه فيروس كورونا. مسؤولين اللجنه الخماسيه عندهم النيه وعندهم هو لازم ما يكونش عنده حل تاني غير ده، عنده النيه انه يرجع، بالاتفاق مع مسؤولين الدوله المصريه ان شاء الله هيرجع ترجع المسابقه، لان ده القرار الحقيقه الامثل. لانك طب انت لغيت الدوري، الكاف قرر يستكمل دوري ابطال افريقيا، الانديه اللي بتلعب فيها تلعب ازاي؟ لا، والكاف قال حاجه كمان مهم، قال لك انا ما عنديش مشكله ااجل لابعد مدى، لان الماتشات عايزها ترجع بحضور جماهير. ما هو كل الناس بتتعامل مع العوده، انت نابولي رجع يتمرن، الباير شالك بيمرن خمسة لعيبه، خمس لعيبه قسم الفرقه خمس لعيبه كل خمس مرات، كل الناس بتدور على حلول عشان تبقى جاهزه اول ما الازمه تنتهي الكره ترجع، يعني بعدها بايام بسيطه. الا احنا المسؤولين عن الانديه، والحقيقه عشان برضو ما نكون واضحين، حتى الان مسؤولين اللجنه الخماسيه ما تكلموش وقالوا الموضوع ما صرحوش وما دخلوش في المهاترات بتاعت نلغي، لا مش هنلغي. فالحقيقه خلينا مستنيين هم هيقولوا ايه، ولكن انا من كلامي مع بعضهم او مع اهمهم، يعني هم حاطين سيناريوهات كتير لعوده المسابقه، واعتقد ان هي لو ما رجعتش على منتصف مايو ففي بدايه 6 اعتقد ان هو بعد في نهايه شهر رمضان الكريم ان شاء الله. يعني معنى دق، احنا كمان اسبوع اخر موعد كان الاتحاد او اللجنه الخماسيه وضعته على الموقع الرسمي ان ايقاف النشاط حتى منتصف ابريل. منتصف ابريل يعني بنتكلم كمان اسبوع، بعد اسبوع اعتقد ممكن يمدوا المهله. هيمد المهله ويبدا يطرح الحلول. بس هيمد المهله بقى لنهايه شهر رمضان؟ لا، هيمد المهله لحد مايو ويبدا يطرح حلول انه هنبدا الدوري هيرجع بالنظام. اصل لا، ما انت ما عندك
انت ما عندكش توقيت زمني. الازمه الكبيره اللي عند العالم كله هي مش عندك اصلا، انت اوريدي بتلعب من غير جمهور. يعني فمش محتاج تناقش البند ده، البند ده براك. فانت عندك، انت بس محتاج تناقش ازاي الماتشات ترجع تتلعب وسط تامين صحي، خلينا نقول تامين صحيا لكل المجموعه اللي بتلعب. مظبوط. والدايره المحيطه اللي هو الملعب باوض اللبس بالانتقالات باماكن الاقامه. واعتقد انه العالم كله دلوقتي بيفكر في موضوع الكامبات، ان المعسكرات ان الفرق تتجمع في اماكن معينه والماتشات تتلعب على استادين ثلاثه والموضوع. طب ده سيناريو اللجنه الخماسيه فكرت فيه؟ بتفكر فيه طبعا، بتفكر فيه طبعا طبعا. كان ريني فايلر طرح ده على فكره، كل العالم بيطرح. يعني العالم كله بيطرح ده. لان انت مثلا برشلونه لو رجع لعب الدوري الاسباني رجع مش هيلعب على كام بدون فتره طويله. فكل الفرق عندها الحلول، يعني كل الدوريات والقائمين على الدوريات بيطرحوا الحلول دي. والحقيقه انه ده ظرف استثنائي، ما ينفعش حد يقول لا. يعني لو انت قررت ان انت تاخد 10 فرق توديهم اسكندريه و8 فرق توديهم السويس مثلا، عشان انت عندك هنا 3 ملاعب وعندك هنا 3 ملاعب عشان تعرف تلعب الماتش. انت كده كده بتلعب 3 ماتشات في اليوم، فانت هتلعب 3 في 3 في 3 الاسبوع، هتلعب على 3 ايام وبعدين تقلب. تمام. فسهل جدا تعمل ده وتنقل فرق في انتقالات امنه وفي بيئه صحيه مناسبه. وسهل جدا يعني اولا هتعمل نسبه اشغال لمجموعه الفنادق اللي موجوده في الاماكن دي، يعني هتعمل نسبه اشغال سياحيه، هتعمل حركه، هتحرك الدنيا شويه. اعتقد انه ده بس في المستقبل القريب اعتقد انه صعب. يعني في ابريل صعب، ولكن لا ابريل بدايات مايو او نهايات مايو هو بس لو دخل عليك شهر رمضان اعتقد ان هو هيبقى صعب في رمضان، هيبقى في 6. وبرضه انا كل مره بقول لك يا محمد انتوا بتحسسونا هنا انه يعني الناس وهي بتتكلم بيحسسونا الدوري المصري بيخلص في مايو. الدوري المصري بقاله مش كده، في نقطه في رمضان انت الماتشات كلها لازم تتلعب الساعه 10 بالليل. فانت هتوفر كم ملعب في نفس التوقيت عشان تلعب كل المباريات؟ اعتقد انه بعد رمضان عشان كده بخلاف ان كمان لازم تدي مده زمنيه للانديه عشان اللعيبه تستعيد الفورمه. 15 يوم واللياقه البدنيه. كل المدربين قالوا احنا محتاجين اسبوعين عشان اللعيبه، لان هتلعب ماتشين وديين، وبرده فكره المباريات الوديه لازم تبقى برده في اماكن امنه. لان يعني لما لو انت هتعمل كامبات فتعمل المباريات الوديه بين الفرق وبعضها طبعا في الاماكن دي عشان اللعيبه ترجع. خلينا نقول انه كل الناس عايزه الدوري يرجع، كل الناس في العالم كله الا احنا هنا، الا احنا في مصر، الا احنا بعض المصالح الشخصيه. لا فخلينا نروح للمنطقه دي. ده اللي بيخلي اللجنه الخماسيه مش بتناقش الامر مع الانديه. لانك ما هو انت اللي عارفه ان الانديه واحده يقول لها لا، واحده يقول لها انا عايز. هو في الاخر اللجنه الخماسيه هتطلع بقرارات كله هينفذها، كله هينفذها، لانك انت في ظرف استثنائي. لكن بره في اوروبا في مناقشات، في اجتماعات بالفيديو كونفرنس عشان الانديه عايزه الدوري يتلعب. لكن هنا الاتحاد الاوروبي امبارح بلجيكا لغت الدوري اسبوعين، هددهم انه لا الدوري لازم يرجع الاسبوعين يتلعبوا عشان لو الدوري ما كملش هستبعد لانديتك، هستبعد الانديه من الدوري الاوروبي. فطبعا كل الناس هممها ان المسابقات تكمل، لان في خسائر مرعبه، خسائر في بس، خسائر في عقود رعايه، خسائر ارقام مش طبيعيه. لانك عقد زي عقد البث التلفزيوني لو المسابقه اتلغت هيتاخد كله، مش هيقول لك انت لعبت 10 ماتشات فهديك تمن 10 ماتشات، لا، لانه هو ماضي عقود اعلانات مع شركات تانية. مظبوط. بموسم، فالموسم ضاع، فهو مش هيحسب انت دفعت ايه. فالحقيقه لازم يبقى في خطط ان الدوري يرجع، واعتقد ان اللجنه الخماسيه حاطه خطط ان الدوري يرجع. بمناسبه الارقام والخسائر الماليه، انت بتتكلم النهارده مثلا مجله كيكر الالمانيه نشرت ان في 13 نادي محترف في البوندسليجا وفي الدرجه الثانيه مهددين بالافلاس. طبعا. منهم 4 في الدوري البوندسليجا، دوري المحترفين الدرجه الاولى. طبعا طبعا طبعا. تخيل عدد كبير جدا. وعلى فكره الارقام دي ما جاتش كده بتقارير. لا احنا عندنا بقى انديه في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه مش بافلاس، يعني الناس مش هتلاقي تاكل، اللعيبه نفسها ما بتاخدش مستحقات حتى يعني والدوري شغال. يعني الحقيقه لا، اللعيبه مش هتلاقي تاكل، الناس مش هتلاقي تاكل. الحقيقه هنا برضو لازم نقول انه في مبادرات كتيره طلعت، في مبادره من اتحاد الكوره. ايه مضمونها؟ هي دعم انديه الدرجه الثالثه والرابعه وانشاء صندوق، والمهندس انا بريده طلب بانشاء صندوق كوارث عشان الرياضه المصريه تتعامل مع الموضوع ده، وتتعامل مع المواضيع دي، لانه فعلا الحقيقه الانديه دي ما عندهاش اصلا دخل. يعني هي اصلا ما عندهاش دخل،
فانت لما تلغي نشاط المرتبات اللعيبه والحاجات دي، اللعيبه بتاخد 2000 جنيه اللي هو اصلا حتى لو الدوري شغال بتبقى عندها مشكله. بالظبط، عندها مشكله اصلا. يعني هقول لك على مثل مهم، نادي اسوان في الدوري الممتاز بتيجي عليه اوقات ما بيلاقيش ثمن تذاكر الطيران عشان يجي من اسوان للقاهره عشان يلعب مباراه. مظبوط. فده نادي اسوان اللي بيلعب في الدوري، اللي عنده حقوق رعايه في الدوري وعنده، فانت بتتكلم على وعنده ملعب، فما تقوليش كيكرز و... لا انا اصل الرقم في المانيا خد بالك صادم، انت بتتكلم 4 أندية في البوندسليغا مهددين بالافلاس، نتيجه ده انت عمليه جرد تمت ما بين الرابطه مع الانديه عشان كل نادي يشوف وراه ايه. الانديه الكبيره في المانيا عملت زي مبادره وهتاخد جزء من دخلها تديه للانديه الصغيره عشان ما تفلس. يعني برضو خلينا نكون الجزء اللي هو تم استقطاعه من رواتب المدربين واللاعبين بالنسب هيساعدوا بيه انديه ثانيه، هيساعد بيه بالظبط كده. احنا طبعا الكلام ده يعني مش عندنا يعني، ويعني ما شفناهوش. نفس الامر فعلا، يعني انت بتتكلم في جزئيه كان ليها علاقه حتى بليفربول، يورجن كلوب كان زعلان ومتضايق جدا بفكره ان اداره النادي خدت قرار ان العمال والموظفين ياخدوا من الحكومه البريطانيه كبطاله جزئيه، تعويضا على فكره ان النادي مش هيقدر يسدد القيم الماليه 100% للعمال والموظفين. فاللعيبه لما وافقت على فكره ان هي تخصم من مرتباتها وافقت عشان يروح للعمال الموظفين، ولاعيبه برشلونه وافقوا ان هم يخصموا 70% من الرواتب بتاعتهم عشان يسدد مرتبات الموظفين، وقالوا لو ده ما كفاش مرتبات الموظفين احنا هنكمل تاني عشان الموظفين ياخدوا 100%. الحقيقه هو فيروس كورونا بقى اظهر جانب اجتماعي رائع في العالم كله، في اوروبا وفي أوروبا العالم وفي العالم وبرده في مصر الحقيقه اظهر برده جانب اجتماعي رائع. يعني الحقيقه ما كنا نتمنى يكون في مبادره بدري عن كده شويه. طبعا صح، طبعا بس الحقيقه يعني ان تاتي متاخرا افضل ان لا تاتي ابدا. تمام يعني عارف عندنا ما كانوش بيجوا ابدا يعني خالص. عارف خفض الرواتب في اليوفي بالنسبه للاعبين وبالنسبه لساري هيوفر كام؟ 90 مليون يورو، دي رواتب 4 شهور مقادمه. تخيل انت لما توفر مبلغ زي ده ممكن تصرفه على مين وعلى مين وعلى مين عشان توفر 4 شهور جايه، على امل ان الدوري يرجع يعني حتى بعد 4 شهور. الحقيقه أرقام. لا ارقام كبيره وما شفناش حد خرج وقال انا عايز امن مستقبلي او حاجات من هذا القبيل. والحقيقه انه هو ده اصل انت الكوره الجانب الاجتماعي للرياضه، الكوره هي الكوره اصلا هي لعبه ترفيهيه في الاخر، هي وسيله ترفيهيه. انت بتلعبها او العالم كله بيلعبها عشان يتبسط. فانت دلوقتي في حال العالم كله زي ما بيقولوا متعكنن قلقان عنده هاجس في حاجه هتحصل، فانت في الوقت اللي انت كنت مسؤول عن البهجه في العالم. فلازم لما العالم يبقى متوتر يبقى انت تبقى مسؤول ان انت تطمنه زي ما بيقولوا، تقف جنبه. ما انت طول الوقت العالم بيقف جنبك، هو انتوا 22 لاعب موجودين، بيبقى في 60-70 ألف في العالم في الملعب كلهم قاعدين بيسقفوا لكم، فانت ال 60-70 ألف دول بقى محتاج لك دلوقتي، مرتبطين بيك، مرتبط بيك. فخلاص انت لازم انت اللي تشجعه. يعني انت لازم انت اللي تشجعه، انت بتشجعه ازاي؟ مش هتعرف تسقف له، انت بتشجعه ان انت كل اللي انت خدته او اللي جالك على مدار السنين من شهره ونجوميه وفلوس بتحاول ترد جزء منه للناس عشان تطمنها وعشان تقف جنبها، لان بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثه هترجع انت تاني في الملعب. صح. وهيرجع ال 60-70 ألف بيسقفوا لك وهيفتكروا لك بقى اليوم ده. يعني دي لحظه يعني ما قبل وما بعد، دي لحظات فارقه في تاريخ العالم كله، في تاريخ العالم، لانك هتيجي الناس هتفتكر لك انت لما انا كنت محتاج لك عملت ايه. مش لما انا كنت محتاج لك وانت بتجدد، ولا لما انا كنت محتاج لك في نهائي بطوله، ولا لما انا كنت محتاج لك وحياتي نفسها مهدده، حياه الكون كله مهدده. فلما حياه الكون كله مهدده انت عملت ايه؟ لا وقفت جنبك وعملت 1-2-3-4. لما انا حياتي كانت مهدده انت عملت ايه؟ لا اديت لك ظهري. هنا هيفرق العالم كله في اللي جاي هيفرق. انما انت دلوقتي هو مش ماتش كوره، يعني مش ماتش كوره اتنقل. وانا برضو مستغرب ان الناس كلها بتتكلم على ماتش كوره والعالم كله بيتكلم على الماتش الكوره بعد شويه، بس بيتكلم دلوقتي هيعمل ايه؟ يعني ملاعب وانديه و استاد بالميراس في البرازيل اتحول لمستشفى ميداني، استادات كتير قوي في العالم اتحولت لمستشفيات ميدانيه، واحنا هنا ما في يعني ما حدش اصبحت فكر. الملاعب بقت قبله للحياه طبعا. ما هي طول الوقت هي مصدر الحياه. ملاعب كره القدم هي مصدر البهجه ومصدر الحياه، فلما تحتاج ملعب كوره عشان يبقى مكان للحفاظ على حياه الناس لازم يتحول. زي ما بستقبلك وانت جاي واقف بتشجعني لازم استقبلك وانت جاي، مخيمات اتعملت في الملاعب وانت جاي مش قادر تقف وجاي تتعالج. الحقيقه في مضمون للكوره، في حاجه للكوره، في
يعني الحياه كلها بتتحرك في اتجاه معين، ما ينفعش يبقى الحياه كلها بتتحرك كده واحنا راكبين قطر بنمشي كده. احنا يعني كعادتنا طول الوقت، وكأن العالم كله بيلعب بكره مدوره واحنا بنلعب بكره مستطيله، يعني طول الوقت عندنا الحاجه غريبه جدا، يبقى العالم كله ماشي. يعني دلوقتي العالم كله كبيره وصغيره كله بيتحرك في اتجاه معين. كيفيه القضاء على فيروس كورونا، هي مباراه صعبه مع فيروس لعين، وعادت الحياه للعالم كله ككل، وعادت الحياه للكوره والملاعب الاوروبيه والرياضه في العالم ككل. احنا دلوقتي بنفكر في ايه؟ بنفكر نلغي الدوري. يعني دوري ايه؟ خدنا اسهل حل. دوري ايه؟ يعني احنا فكرنا في اسهل حل وخلاص. بنفكر نلغي الدوري، بنفكر في نادي حاجه غريبه جدا الحقيقه. تحس ان الناس عايشه في كوكب تاني. يعني تحس الناس عايشه في كوكب تاني. انت عارف اللي بيفكر في نادي القرن؟ عايز افاجئ الناس بس بحاجه. كانت في جلسه يوم 20 مارس في المحكمه الرياضيه عشان تناقش امر موضوع الوداد والترجي. المحكمه الكاس نشرت امبارح على موقعها الرسمي ان كل جلسات التحكيم اللي كانت في شهر 3 اتاجلت لاخر 5 بمفهوم قضيه الوداد والترجي عشان فيروس كورونا. فبالتالي حتى القضايا الشائكه الناس كانت بتفكر فيها، الجهات المختصه عشان تقعد تناقشها بورق، بقى ده جهات رسميه ورق، اجلتها لشهر 5 عشان موضوع فيروس كورونا. واحنا لسه بنتكلم حتى في الامر الافتراضي، وبنتكلم في امر انتهى بقى له 20 سنه. لا وانا اما اشوف وكلام في العام، يعني في العام اشوف فيديو لاحد من النجوم السابقين وبعدين فجاه اتاثر وفجاه زعل وكان الاستوديو بيولع، وبعدين لقيته بيتكلم عن نادي قرن. ايه قرن ده؟ القرن كله بينتهي، يعني ده القرن كله بيخلص. قرن ايه يا جماعه؟ يعني مش مصدق. انا فعلا مش مصدق، لانه الحقيقه في حاجات اهم. والله في حاجات اهم في الحياه نتناقش فيها. ما هو في حاجات اهم، انا بقول لك الجهات القضائيه، في حاجات اهم في الجهات القضائيه اللي بتناقش موضوعات يعني اجلت. يعني ده القرن كله خلص. يعني القرن كله بيخلص، الحياه كلها بتخلص. ما انا بقول لك الجهات القضائيه اللي قدامها ورق اجلت، فبالتالي الكلام المرسل مش هيبقى ليه اي قيمه. يعني انت فاهم قصدي؟ طبعا. يعني اللي عنده ورق وعنده قضايا وعنده موضوعات في محكمه كبيره زي محكمه التحكيم الرياضيه اتاجلت، فتيجي تتكلم في كلام مرسل في توقيت اساسا مش توقيته كلام مرسل يتقال فيه؟ احنا بقالنا 20 سنه عايشين المأساه دي، والله ما اعرفش هنقعد لحد امتى نعيش بقيه المأساه. الحقيقه انه لغايه القرن الجديد. والله لغايه القرن الجديد، لغايه القرن الجديد، والاهلي برضه ياخد القرن باذن الله. طبعا الحمد لله، ما احفادنا هم اللي هيشوفوا الموضوع. يا رب يبقوا بقى يعني ايه، يبقوا يشوفوا الكابتن يحيى 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 عبد الحميد وهو بيناقش مساله نادي القرن، وان النادي الاهلي خده بطريقه غير مستحقه. الحمد لله. لا ان شاء الله دايما كده الاهلي متقدم دايما في مشواره المحلي والافريقي. طيب الفيفا اجل اجنده 6. يعني حتى انت متوقع. يعني حتى انت في افريقيا لو عندك تصفيات في شهر 6 كله ترحل خلاص، مفيش حتى ارتباطات للمنتخبات. هو كل حاجه كل العالم كله تاني، نرجع لنفس النقطه، بيدي المساحه للانديه، بيدي المساحه للانديه والمسابقات المحليه ان هي تكتمل. يعني الاجنده الدوليه اتاجلت، كانت في اول 6. اليورو اتاجل، كوبا امريكا اتاجلت، الاولمبياد اتاجل، دوري كونكاف اتاجل، دوري كونكاف اتاجل، الدورات الرمضانيه غالبا هتتاجل. تمام. يعني كل الناس بتفضي للمسابقات المحليه. طب يا جماعه يعني ما يعني نعمل لكم ايه؟ طيب يعني نلعب في جنينه البيت. لا ودخل كمان في موضوع متعلق بلائحه شؤون اللاعبين، قال لك اي لعيب عقده هينتهي 30/6، لا هينتهي بنهايه الموسم. خلاص هو الموسم ممتد. لا قال لك نهايه الموسم، والموسم ده بقى حسب الاتحاد المحلي ما يعمله مع النادي طبعا. بتاعه. وبعدين طب انت دلوقتي جه الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه او لجنه التطبيع، كل واحد اختار الاسم اللي هو عايزه، وقال احنا هنلغي الدوري الموسم ده. عقود اللعيبه بقى ايه؟ يعني اللعيب اللي عقده اللي الفيفا قال انه عقده ممتد، هل هتمد؟ انت لغيت الموسم اصلا، يبقى اللعيب ده ما لعبش الموسم ده اصلا معانا، يعني يبقى اللعيب ده اللي عقد الموسم اللي لعبه ده ما تلعبش. فانت هتيجي تحاسب، هتحاسب اللعيب ازاي بقى؟ قرار لن يعتمد. قرار لن يعتمد. ما انا بقول لك يعني انت قررت ان يا جماعه خلاص يا جماعه هنفضها صيله ونلعب على نضيف من اغسطس اللي جاي. تكون الدنيا هديت كده وبتاع وصيفنا ورحنا الساحل ورجعنا وبتاع. اي اتحاد هياخد قرار بالالغاء انديته مش هتلعب في البطولات القاريه السنه الجايه. ما انا بقول لك، فانت انت العقود اللعيبه نفسها هتعمل فيها ايه؟ اولا جزء كبير جدا من اللعيبه واخدين مش اقل من 60-70% من عقودهم، لان خلاص في اللي احنا في الربع الاخير من الربع الاخير. فهتيجي تقول له هات اللي عليك، طب خلاص العب بيه السنه الجايه. يعني زي بالظبط كده المدارس لما قالت للناس طب احنا يا جماعه دافعين فلوس الباصات، الولاد ما راحوش المدرسه خالص. طب هنبقى نديكم السنه الجايه خصم رحلتين، خصم 20% على فكده. يعني هتلعب، هتخلي الولاد زي الباص، مش اللعيبه زي الباص، مش فاهم. لا الموضوع الموضوع لازم الموسم يكمل، الموضوع اتحل. انا شايف يعني الموضوع اتحل، يعني فكره ان الموسم يتلغي اتقفلت، مش اتقفلت، اعتقد ان هي ما ينفعش
تطرح من الناس مسؤولة عن الرياضة. يا سيدي ولو اطرحت وانا عارف انها تطرح من مين وعشان وليه اطرحت، في النهاية قدامنا ورق. ايه هو الورق؟ الاتحاد الدولي قفل الملف، قفل الملف، قال لك اي اتحاد هيلغي مسابقاته انديته مش تلعب في بطولات قارية، العقود ممتدة لنهاية الموسم وده امر متعلق بالاتحاد. اي لاعب عايز يشتكي في هذه الجزئية الامر مغلق مقفول طبعا، مفيش شكوى. اصله هيعمل ايه يعني اللعيب؟ هيعمل ايه؟ الاعارات ممتدة، كل حاجة هتنتهي بنهاية الموسم. الموسم اصلا امتد في كل العالم. يعني خلاص انت دلوقتي في اوروبا بيبداوا يحطوا اجنده لعوده التدريبات في مايو بالظبط، وعوده المسابقات يا اما 6 في نهايه مايو او بدايه 6، وهيبداوا يلعبوا 6 و7 خلاص فيهم الدوريات كلها. اعتقد ان اللجنه الخماسيه هتشتغل على ده. يعني انت اصلا بتلعب ماتش كل 3 ايام، ما عندكش التزامات، مفيش حاجه خالص، فانت فاضل كام؟ 17 اسبوع 16 16 في اسبوع تلعب يعني بعيد عن المباريات المؤجله 16 اسبوع تمام. 16 في لو لعبت ماتش كل 3 ايام هتلعب 8 ماتشات، هتخلصهم في شهرين. 48 يوم، شهر ونص. شهر ونص او شهر و20 يوم، شهرين يا سيدي، شهرين لو خلصت 1/8، ما انت استفدت مخلص 1/8. شهرين انت الموسم المحلي السنه اللي فاتت خلصان، مش مباراه الكاس. اخر مباراه في الاهلي وزمالك دوري كان 31/7، مباراه الكاس نهايه الكاس الزمالك وبيراميدز دخلنا كان في 9، دخلنا في اول 9 كان في نص اغسطس تقريبا. فانت مخلص انت مش يعني ما تقوليش ان انت بتخلص، احنا الكتالوج متطبع علينا، احنا عايشين حياتنا بالكتالوج ده على طول. ما عندناش مشاكل. يعني انت السنه اللي فاتت وقفت الدوري، اتوقف من اول 6 لحد 20 لحد 25/7 اللي مزبوط. هو كان مباريات كاس الامم، كاس الامم شهرين. فانت يا عم وقفت مارس وابريل وهتاخد معاهم 5 كمان، توقف شهر ونص عشان لعيب مصاب بالظبط كده. طيب يعني كلام مهم بالتاكيد، هكمله بالتاكيد مع زميل العزيز احمد عويس، ولكن بعد الفاصل، لان في كلام مهم بقى متعلق بالتغييرات اللي تمت في لجنه الحكام، واللجنه دي اكيد لازم يكون عليها دور مهم في الفتره الجايه، لان فجاه اذا استؤنف النشاط لازم الحكام يكونوا على هبه الاستعداد، لان الفكره مش متعلقه باجهزه فنيه وانديه ولاعبين فقط، لا، في عنصر مهم جدا، عنصر التحكيم لازم يكون على قدر الاستعداد والجاهزيه اول ما يستأنف النشاط. كل ده بالتاكيد هنناقشه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين بالتاكيد في الحوار مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. طيب ابو حميد، كنت بتكلم قبل ما اطلع فاصل على موضوع ملف التحكيم والتغييرات اللي طرقت على اللجنه. الحلقه يوم الثلاثاء اللي فات لما سالتك على الموضوع ده انت بتضحك، انت قلت لي في اسم مرشح ممكن يمسك اللجنه وما كانش قبل كده سبق ليه رئاسه اللجنه وممكن يكون حكم جديد في هذه الجزئيه. ال 48 ساعة الماضية اكتشفت ان في بعض الاخبار قالت او اتكتبت فيها ان جهاد جريشة كان مرشح، وان جهاد جريشة في بعض المسؤولين بيقنعوه بالاعتزال ورئاسة اللجنة. ملف ده بقى انت شايفه ازاي ومعلوماتك فيه؟ واعتقد متاح بالنسبة لك انك ممكن تتكلم فيه طالما ان في بعض المعلومات طلعت في هذا الامر. وخلاص اللجنة بالتشكيل الحالي من خلال الكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد هم المسؤولين عن ادارة اللجنة الفترة الجاية. بص، زي ما قلت لك، لحد ما الدوري ما يتاخد قرار في عوده الدوري اللجنه هتفضل زي ما هي بالكابتن عزب والكابتن وجيه. تمام. لو الدوري رجع هيجي رئيس لجنه. مين هو؟ احنا انا قلت لك المره اللي فاتت انه في وجه قديم ووجه جديد خالص عمره ما تولى الموضوع. كابتن جهاد جريشه بيحاولوا يقنعوه بالموضوع وهو ابدا موافقه مبدئيه. طيب اول حاجه، مين اللي بيحاول يقنعه؟ حد من اعضاء اللجنه الخماسيه. الاتحاد نفسه. الاتحاد. تمام. الاتحاد وبعض الحكام، لانه كابتن جهاد بيحظى بحال يعني الناس كتير في بحب منه، يعني شخصيه محترمه الناس بتقدره والناس بتحاول. هل هيوافق او هيكمل؟ لسه ما حدش عارف، ولكن الموضوع هم اصلا انت دلوقتي لسه الدوري هيرجع في شهر 6. بقى هتقولي الحكام هيستعدوا ازاي؟ الحكام هيستعدوا زيهم زي الفرق، لانه مش محتاج دلوقتي رئيس لجنه عشان انك ما عندكش ماتشات، مش هتحط، مفيش تعيينات للمباريات، مفيش بالزبط. انت بتعمل الامور الاداريه بتاعه اللجنه وتسيير زي بيقولوا كده، تسيير اعمال. لو في قرار اتاخد ان الدوري هيرجع مثلا 5/6 او 6/6 او بدايه شهر 6، هتلاقي في بدايه مايو انه في رئيس اللجنه. مين هو بقى؟ زي ما قلت لك لسه المشاورات، ممكن تلاقي اسم الاسماء
القديمه جه، ممكن تلاقي، ممكن تتفاجئ وتلاقي كابتن اسامه عبد الفتاح موجود. بس هو اعلن انه مش هيقدر يجي يمسك في التوقيت الحالي. هو مستني الانتخابات. ثمان سنين ولا لا، لسه الموضوع مش محسوم بالنسبه مش محسوم يعني. ولكن لو اتحسم الموضوع، لان انت في خلال برضو شهر بكتير اي حاجه جديده هتظهر للنور وهيتعرف فيها بقى ثمان سنين هل هيتم تطبيقه باثر رجعي ولا مش هيتم تطبيقه باثر رجعي. لو تم تطبيقه باثر رجعي خلاص، في مجموعه كبيره من الناس كانت موجوده، كابتن خالد لطيف، كابتن سيف زاهر، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن احمد مجاهد، المجموعه دي مش تبقى موجوده. فالكابتن عصام بيشوف دي عشان يقول يا اما يمسك لجنه يا اما يبقى خليفه. كابتن عصام اعتقد انه لو لم يتم تطبيق قرار 8 سنين باثر رجعي بنسبه 100% داخل انتخابات اتحاد الكوره القادم. تمام. وكابتن جهاد جريشه، واعتقد ان هم الاسمين الابرز في التوقيت ده. طب هل ممكن الكابتن جهاد جريشه يتنازل عن حلم ان هو يكون حكم في كاس عالم من تاني، حكم في دوره اولمبيه من تاني، حكم مصنف في افريقيا من افضل 3 4 حكام في القاره الافريقيه؟ ايه الداعي اللي ممكن يخليه يتنازل عن كل ده في سبيل يرأس اللجنه؟ هو ممكن بعد ما يرأسها يسيبها. يعني كابتن جمال غندور ما قعدش شهور قليله جدا. هو حقق حلمه، لعب في كاس عالم، لعب افريقيا، عمل حاجات كتير، وهو ممكن يكون عايز يكتفي بده وهيبدا. واضح ان ممكن يكون عنده طموحات تمام لتطوير التحكيم في مصر او كابتن سمير اعتقد حسم. يعني احنا قدامنا صور كابتن وجيه وكابتن سمير. كابتن سمير حسم. اعتقد ان محمود عاشور، ابراهيم نور الدين، انا البنا في تحقيق النهارده على فكره عند ابراهيم نور الدين في الاتحاد عشان تجاوز بتهيألي. امبارح اتوقف الحكم سعيد حمزه 3 شهور. 3 شهور اللي هم 4 و5 وهيتوقف له ماتشين في 6 يعني. انت خدتها من الشهور الميلاديه. ومفيش دوري. كابتن وجيه مش جديد عليه رئاسه اللجنه في التوقيت الحالي، سبق ليه في بعض الفترات. هو طول الوقت لانه كابتن وجيه طول الوقت موجود في اللجنه. يعني هو طول الوقت هو رجل المهام الصعبه، المرحله الانتقاليه يعني. طيب. اللي هو طول الوقت الكابتن فتحي مبروك بالظبط كده زي زمان بالظبط. فهو طول الوقت اللي بيجي في المرحله الانتقاليه في ظروف صعبه، وهو الحقيقه حد محترم. كابتن سمير اعتقد ممكن يكون ليه توجه الفتره الجايه، فموضوع لجنه الحكام حاليا مش شاغله بال حكام كتير في الفتره الحاليه عشان مفيش كوره. ما هي الفكره ايه؟ انت مفيش كوره، اول ما الكوره ترجع تلاقي كلها تشغل بال الناس كلها. حتى الانديه نفسها تبدا لا انت جبت فلان، لا ما ده ما ينفعش، لا انت جبت فلان ده ما ينفعش، اصل ده اهلاوي، اصل ده زملكاوي، اصل ده اسماعيلاوي، اصل هتلاقي الكلام كتير قوي على محدش واخد باله عشان لسه المسابقه ما رجعتش. طيب عايز اعرف ترجع المسابقه وتبدا مشاكلها تشتغل، هتبدا الناس طيب عايز ارجع بقى لفكره ليه الكابتن ابراهيم نور الدين متحول لتحقيق؟ وليه الكابتن جهاد جريشه عنده تحقيق؟ ايه المشاكل اللي ما بين الحكام الدوليين؟ في ازمه، في ايه بالظبط؟ لا انا ما عنديش معلومه. هو واضح انه في حاجه، في خلاف ما حصل، ولكن انا على حد معلوماتي انه في حصل صلح بين الاثنين، واعتقد النهارده التحقيق هيبقى ممكن يبقى ما فيهوش حاجه يعني. اصل الكابتن سعيد حمزه احنا عارفين خرج تصريحات بدون استئذان. فكان في تحقيق وفي قرار اداري. لا واضح انه على حسب معلوماتي ان الكابتن جهاد مقدم شكوى تقريبا في انه حصل تجاوز او حاجه من الكابتن ابراهيم نور الدين ضده، على ما اعتقد يعني. انا مش عارف المعلومه بالظبط عشان بس ما افتي فيها، مش عايز افتي يعني. لكن انت بتؤكد على ان فكره استمرار الكابتن وجيه والكابتن عزب دي الفتره انتقاليه طبعا. لغايه لما يستأنف النشاط اكيد هيبقى في رئيس للجنه. طبعا مؤكد. لكن هو مش هيكمل الموسم. لا مش هيكمل الموسم. مستحيل. طب احساسك مستحيل. مستحيل. طب احساسك ومعلوماتك، ممكن الكابتن جهاد يوافق ولا لا؟ بنسبة كبيرة؟ لا احساس مش معلومة. احساس انه ممكن يوافق ان يرأس اللجنة لما عنده، واضح انه عنده طموح، عايز يعمل حاجة يعني، عايز يعمل حاجة لنفسه. وهي فكرة ان انت تخرج من الملعب على منصب، دي حاجة برضو بالنسبة له هتبقى حاجة جديدة. هيبقى اسرع اعتقد. اسرع حد خرج من المستطيل الاخضر. من الملعب. من الصفارة للإدارة. للمكتب على طول. لإدارة اللجنة. حلو، من الصفارة للإدارة. من الصفارة للإدارة. طيب ماشي. الجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه برضه هو متعلق بقى بفكره التعقيم الموجود في الملاعب. يعني انت كنت بتتكلم من شويه على فكره ان في بعض الملاعب بيتم طبعا استخدامها كمنشات طبيه، لكن بدا كمان فكره ان المنشات الرياضيه دي يتم تجهيزها، تعقيمها. شفنا بعض اللقطات الفتره الاخيره في هذا الامر. الدكتور اشرف صبحي كان عامل حمله، وزاره الشباب والرياضه كانت بتعمل حمله، وكان هو بنفسه بتعقم مراكز الشباب. حتى بعض الصور في بعض الملاعب الاوروبيه كانت بتعقم
الملاعب ومراكز الشباب. بص هو اعتقد انه حتى لو حصل تعقيم انت محتاج شويه على ما الموضوع يعني يبقى فيه كوره. هو التعقيم ده على فكره هيبقى دوري. يعني هو التعقيم اصلا هيبقى دوري لانه لو يعني انت بعد التعقيم ده لو حد دخل حامل الفيروس الموضوع رجع نقله جديد تاني. بالظبط. فيعني ما قصه صعبه قوي على فكره. طبعا يعني انت حتى في بيوتنا دلوقتي انت وانت داخل بتقف على الباب تترش وبعدين تترجع بتتوقع حاجه صعبه جدا يعني عشان حياتنا في في الكحول الراجل نفس الامر بيحصل في الشوارع. طبعا يعني حتى هنا في مصر شفنا جهود الدوله والحكومه في خلال الفتره الاخيره. ما هو بس هو في الاخر انت في يعني مهما عملت من استعدادات واحتياطات انت محتاج تلاقي مصل ولقاح للموضوع يعني محتاج علاج. مهما كانت الاحتياطات انت دلوقتي اعتقد العدد وصل 1,300,000 او 400,000 دخلنا في 1,500,000 خلاص في العالم. فاعتقد ان الموضوع مهما حصل من تعقيم انت وبعدين في كلام جديد بيتقال ان الفيروس بيتنقل عن طريق الهواء. يعني في حاجات كل شويه الموضوع بيتطور. فانت بدايه حل الموضوع العلاج. السيطره مهما كانت القدرات الاحتياطات ما احنا شفنا الفتره الاخيره في دول رائده في البحث العلمي هي اكثر الدول 62,000 اكثر الدول تضررا طبعا عدد الوفيات عدد الاصابات طبعا. فالموضوع حتى بالوقايه وحتى بالتطعيم وحتى بالاسف بالتعقيم ما اعتقدش انه الموضوع هيتحل بالبساطه دي. مظبوط. طيب في افريقيا الموضوع على فكره بيتطور يا احمد. كاميرون بقى فيها 56 حاله. انا في افريقيا اصطدمت من الارقام اللي سمعتها امبارح. يعني انت بتتكلم مثلا في 10,000 حاله اصابه في افريقيا، لكن في بعض الدول اللي هي معقل الدول الافريقيه اللي بتستضيف المباريات والاحداث الكبيره الاعداد فيها تفاقمت. جنوب افريقيا اقتربنا من 2000. الكاميرون في 600 700. المغرب بتقترب من مصر. المغرب ما هو عشان كمان خلي بالك انت كمان في دول في افريقيا هتلاقي فيها الفيروس موجود ومحدش عارف عنه حاجه عشان ال ال فكره الكشف عن الفيروس او انا شفت امبارح تقرير على احد القنوات على عدد الغرف اللي هي ممكن تستقبل حالات حرجه. لا الارقام في افريقيا مرعبه. يعني في دول فيها 5 اوض بس خمس غرف عنايه مركزه. لا الامكانيات في افريقيا صعبه جدا. مرعبة. ربنا يعني بص هو احنا هو القلق من افريقيا لا قدر الله لو الامر تفشى فيها هتبقى خارج عن السيطره. خارج عن السيطره. عشان كده حتى على المستوى القيادات وعلى مستوى الرؤساء الدول الافريقيه كانت في اجتماعات وكان في اتصالات الفترات الاخيره حتى من سياره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل الدول الافريقيه لمتابعه هذا الملف تحديدا. لان افريقيا كمان فيها رحلات اوروبيه كتيره. في اوروبيين كتير بيبقوا موجودين في الدول الافريقيه. انت عارف احنا سافرنا كتير مع الفرق والمنتخبات بتلاقي اوروبيين كتير في دول افريقيا. فاعتقد ان الموضوع لو دخل افريقيا ربنا يستر. انت عارف كمان اكتر منطقه فيها الوباء بنسبه كبيره بخلاف منطقه الشمال يعني مصر المغرب الجزائر من اعلى الدول في الشمال. جنوب افريقيا في الجنوب. المفاجاه بقى في غرب افريقيا. انت بتتكلم في دول كبيره في القاره الافريقيه على مستوى الكوره. لو بتتكلم مثلا في نيجيريا اكتر من 300 حاله. السنغال عدت ال 250 حاله. الكاميرون زي ما انت قلت يعني لغايه اول امبارح كان 555. امبارح الارقام بتزيد 650. الارقام بتزيد الارقام بتزيد. لا الارقام بتزيد وكمان هو انت كل ما الكشف بيزيد. هو ليه امريكا الرقم بالنسبه لها اللي بتعمل مسح بنسبه كبيره 125,000 اختبار كل يوم. 125,000 فانت عشان كده الارقام بتزيد. فانت كل ما الرقم الكشف بيزيد كل ما رقم المصابين بيزيد. فعشان كده افريقيا هتلاقي فيها ارقام اكتر من كده بكتير بس عشان كشف قليل فما بتظهرش. ده يخليني اسالك ان الاحداث الافريقيه على مستوى الكره تحديدا ممكن تتاخر شويه بسبب الموضوع ده. يعني ممكن اوروبا ترجع العالم كله يرجع افريقيا لو رغم ان الناس مش حاسه بده دلوقتي بس على المدى البعيد بعد كام شهر ممكن تبقى اخر دوله فيها احداث افريقيه قاريه. بص خلينا نقول اصل البطوله القاريه اللي هي كاس الامم الافريقيه في يناير فلسه بعيد. هي طبعا تصفياتها ممكن تتضغط. هو على الكلام انها تتضغط في اكتوبر ونوفمبر. قالوا عبد المنعم بوا كان قال في تصريحات يعني افريقيا عندها 4 اجندات. الفتره اللي جايه هيتلعب التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في موعدين بدل من الاربعه. بالظبط كده. بحيث ان يتلعب في كل اجنده ماتشين. يعني ما هو احنا اصلا في مارس لو كنا لانه كنا نلعب ماتشين بالظبط فكنا خلصنا الموضوع. سواء الامر كان مترحل في الاخر كل اجنده بماتش. بالظبط. فهتلعب
هتلعب في نوفمبر واكتوبر الاربع ماتشات والموضوع هيخلص. تعال لبطولات الانديه، لو شمال افريقيا الموضوع، اصل انت تمام فرق اللي بيلعبوا سيمي فاينل دوري الابطال والكونفدراليه، الثمانيه من شمال افريقيا، السبعه انت قصدك معناها حوريه كوناكري الغيني. معناها حوريه كوناكري، فانت ممكن تعمل دورات دوره مجمعه في اي دوله من دول شمال افريقيا الامر استقر فيها. لو موضوع، لان هم بيبحثوا جديا موضوع الدوره من دور واحد، لانه دوره ابطال اوروبا بيفكروا يعملوا، يعني فكره انه يتلعب السيمي فاينل ماتش واحد بقت متاحه اكتر، متاحه اكتر، الامر بقى صعب حتى ذهاب واياب وجماهير. ممكن تتلم في الثمان فرق، تلاقي تتلعب في مكان واحد والموضوع ينتهي، لسه ما حدش عارف الدنيا رايحه فين، بس اعتقد ان بطولات افريقيا هتكتمل اللي هي الانديه والكونفدراليه. نتمنى يا رب في سته برضو، اتمنى يا رب باذن الله ان شاء الله. لان فكره كمان ان هم قال لك حتى لو اتاجلت لابعد مدى الجمهور يحضر، ما اعتقدش يعني هو التحدي ده عامل تحدي يعني عامل اندهاش لكل وسائل الاعلام. التحدي هو اول تحدي بالنسبه لهم ان المباراه تتلعب، صح. التحدي الثاني هتبقى بجماهير. لو وصل الحل بين الاثنين، تلعب بس من غير جماهير ولا ما تلعبش خالص عشان من جماهير، هيلعب مضطر مش مزاجه. طب هل ده قرار الكاف ولا قرار الدول اللي هتستضيف المباريات؟ لا، الامر متعلق بالصحه. ما هو الاثنين يعني الكاف نفسه مش هيقدر ياخد قرار الماتشات اللي لعب بجماهير الا لو الموضوع متامن. ده اولا. اولا تمام، لان انت قبل ما الكاف يصدر قرارات التاجيل او قبل ما يقول ان احنا هنوقف، كانت المغرب ومصر وقفت النشاط. مظبوط، يعني انت المغرب ومصر ليهم سبع فرق وقفوا النشاط تماما. هو خلاص مفيش ماتشات في خمسه، الموضوع انتهى. يعني الماتشات، لا مفيش ماتشات في خمسه، خلاص الموضوع خلصان، الموضوع انتهى. حتى الدوريات مفيش ماتشات في خمسه، انت بس ترجع الحياه الطبيعيه في خمسه. يعني ترجع الحياه على الاقل، حتى الحياه الرياضيه اللعيبه تتمرن وتبدا، ترجع الانديه ترجع تفتح وبتاع، اعتقد انه في خمسه. دخلت على بعض المواقع بشوف ماتش الاهلي والوداد يوم 2/5، ماتش الزمالك والرجاء 1/5، فبشوف التواريخ هل اتعدلت كده من غير ما ناخد بالنا ولا حاجه. لقيت بعض المواقع مأجلها لشهر من نفسها، 2/6 1/6 رغم ان الكاف ما اعلنش رسمي يعني. لا هو كمان مش هيبقى 2، هيبقى في اخر 6 هتطرحها، هتطرحها وكل المده ما هتطول اكتر، كل ما المواعيد هتطرحها اكتر. بالظبط كده. ولكن هو بدايه عوده المسابقات المحليه، او المسابقات المحليه ترجع في الدول، هيبدا الكاف يفكر جديا في مواعيد جديده بالاتفاق طبعا مع الاتحادات المحليه المعنيه بالمباراه، المعنيه بالامر ده. بالظبط. طيب عايز اسالك بقى في جزئيه مهمه جدا وليها علاقه بروابط الانديه وروابط اللاعبين، دي مش موجوده في مصر، لكن مصر موجود فيها حاجه اسمها جمعيه اللاعبين المحترفين. بره في اوروبا روابط اللاعبين مع روابط الانديه بتجتمع عشان تشوف المبادرات في تخفيض الرواتب والحلول والكلام ده كله. جمعيه اللاعبين المحترفين ده اتحاد دولي موجود بره في اوروبا وبيتابع مع الجمعيات الموجوده والاتحادات الموجوده في كل الدول، ليها دور في الملف ده على فكره، وليها طبعًا دور في القضيه دي طبعًا، لان ليها ميزانيات وليها ملفات بتناقشها مع لاعبتها وبتشوف حقوق لاعبتها. هل الجهه دي او هل الجمعيه دي ممكن في مصر الفتره الجايه يكون ليها دور لوضع حلول للاعبين المحترفين اللي في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه اللي في الدوري الممتاز، ولا الوضع هيبقى ازاي؟ اعتقد اتمنى ان يبقى ليها دور، يعني اتمنى ان يبقى ليها دور. حتى الان ما خرجش تصريح، اعتقد ان هي برئاسه كابتن مجدي عبد الغني في مصر، وهي ما فيش اي حاجه. المبادرات كلها اللي ظهرت، مبادره ظهرت من مهندس هاني ابو ريده، ومبادره من الاتحاد، ومبادره من محمد شيح، يعني المبادرات كلها انما ما فيش حاجه خالص ليها علاقه بجمعيه اللاعبين المحترفين. اتمنى ان كل يوم دور في الفتره القادمه، يعني لان انا شايف الكابتن مجدي بيتكلم في امور ملوش علاقه بيها وساب اهم دور ليه اللي المفروض اصلا يوم بيه الفتره الحاليه، ومش شايف اي بص دور ملموس. انت قررت تفتح الموضوع. بص كابتن مجدي عبد الغني احد نجوم النادي الاهلي الكبار عبر تاريخه، ولكن طول الوقت الكابتن مجدي عنده مشكله في تصريحاته، لان اولا ما حدث في النادي الاهلي هو امر داخلي، تجديد لاعب او مش تجديد لاعب وقصه وانتهت، والناس بتفكر في اللي جاي. وزي ما قلنا الاهلي تعامل باحترافيه كامله في الملف كله، والملف اتقفل. بالظبط، يعني الملف اتقفل خلاص، وقلنا انه حسام عاشور تاريخ ولاعب احد اهم نجوم النادي الاهلي عبر تاريخه، اتكلمنا فيها وشرحنا. اتكلمنا احمد فتحي ما حدش يقدر يمحي تاريخه مع النادي الاهلي، وهو خد قراره والموقع الرسمي للنادي الاهلي طلع وتمنى التوفيق لاحمد فتحي في مستقبله. اتقفلت. اتقفلت. كابتن وليد سليمان اختار انه يكمل حياته في النادي. تمام. فين الازمه؟ يعني فين الازمه؟ يعني فين الازمه؟ يعني اولا
هل النادي الاهلي ومسؤوليه وجماهيره حد فيهم بيتكلم على تجديد كابتن محمد عبد الفتاح ولا كابتن علي عبد الرحمن مع نادي تاني؟ ما شفتش انا عمري ما يجدد او ما يجددش. والازمات بتظهر قدامنا وبتطلع فيديوهات والناس بتطلع وبتاع، يعني محدش فينا بيتكلم. يعني اشمعنى النادي الاهلي التجديد لاعب او اللاعب يمضي؟ احنا اتفقنا انا وانت من الاسبوع اللي قبل الماضي الاهلي الاول والاهلي الكبير، مش طول الوقت عشان محدش شايفك او محدش بيتكلم عليك فتبدا تقول الاهلي 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 الاهلي. الحقيقه برضو انا عايز اطلب طلب من جميع النادي الاهلي لانه الموضوع بقى مزعج جدا بالنسبه لي. انا في برامج والله ما اعرف اسمها، يعني انا بشوف حاجات كده على التايم لاين، فجأة حد بيطلع في البرنامج ده فيقرر يقول حاجة ليها علاقة بالنادي الأهلي، فجمهور النادي الأهلي يبدأ يزعل وبتاع، فيبدأ يعمل سعر وقيمة لبرنامج ليس له قيمة. خد بالك كمان البرنامج ده والفيديو ده بيتم عليه سبونسر عشان يتشاف، يعني أصلا على الشاشة مش حدش بيشوفه، يعني أصلا البرنامج مش متشاف. فأنت بتيجي، أنا ما بتكلمش على الكابتن مجدي على فكرة، بتكلم على حاجة تانية. فأنت البرنامج أصلا ما حدش بيشوفه، وأنا أنا واحد من الناس الحقيقة كنت وقعت في الخطأ ده السنة اللي فاتت، وكان برنامج ما فيش ثلاثة بيشوفوه في مصر، فأنا كنت بتعامل مع الموضوع على إنه كوميديا مسرح مصر، يعني كنت بتعامل مع الأمر إنه هزار، حاجات بتتقال فعلا لا ترتقي إلى مستوى الهزار. أنا فكنت ببدأ أهزر وأكتب إفيهات اللي بتتقال ضحك يعني، فبدأ نسبة مشاهدة البرنامج تزيد 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 لدرجة إن الناس بدأت تتهمني، يا عم إحنا ما كناش بنشوف البرنامج ده، إحنا بدأنا نشوفه تعمله دعاية، انت اللي بتعمله دعايه. الدور المنوطه بيه جمعيه اللاعبين المحترفين بدل ما المسؤول عنها يقوم بالدور ده في التوقيت ده مع لاعبي الكره المصريه، لان جمعيه المفروض بتحط ليها حجر اساس ووضع اساسي حتى في لائحه الاتحاد المصري لكره القدم موجوده كدور منوط بيها مع لائحه شؤون اللاعبين، ولازم اعتقد انه ليه دور مع الاتحاد لان هو الممثل الشرعي. ده اللي انا اقصده، المفروض جمعيه اللاعبين المحترفين هي الممثل الشرعي. عندك ازمه للعيبه، عندك ازمه في لعيبه الدرجه الثانيه والثالثه، وعندك ازمه في بعض لعيبه الانديه اللي موجودين في الدوري الممتاز. قوم بقى بالدور ده بدل الفراغ اللي احنا فيه ونتكلم في تفاصيل. يعني اعتقد انه الايام اللي جايه ان شاء الله هيبقى ليه دور. فهمت وجهه نظري؟ قصدي اللي انا عايز اربط يعني الاحداث، في ناس في اوروبا بتشتغل، يعني اقول لك على حاجه، هديك مثال، نادي الوداد المغربي النهارده وبعض الانديه في شمال افريقيا اطلقت مبادره، والمبادره دي جايه من جمعيات اللاعبين المحترفين في شمال افريقيا. مبادره بايه؟ بعمل مباراه افتراضيه، هطرح 60,000 تذكره بس ما فيش مباراه، هي مباراه افتراضيه، اللاعبين والجمعيات والروابط هتشتري التذاكر مع الجماهير، والقيمه الماليه، بص بقى الدور المجتمع للجمعيات دي، هتروح لصندوق مكافحه الفيروس. حاجه رائعه، ده اللي انا اقصده. انت ممكن تعمل مباراه افتراضيه، اللعيبه نفسها تبقى موجوده اونلاين والناس، ويبقى على موقع، لو الجمعيه ليها موقع يدخلوا على الموقع بتاع الجمعيه، ويبقى مباراه افتراضيه فعلا وليها تيكت، والحقيقه تروح لصندوق مكافحه الفيروس او تروح لصندوق تحقيق مصر او اي حاجه من الحاجات المسؤوله في مصر اللي هي الحقيقه بتقوم بدور مجتمع رائع في مصر دلوقتي. بالظبط، ده اللي انا اقصده، لان الجمعيات اللي زي دي الدور بتاعها بيظهر بقى في التوقيتات ديت، مش موجوده وتاخد كيان وتعمل حفلات وفي النهايه وقت الاحداث اللي اللعيبه محتاجاها ما تلاقيهاش. هنشوف لسه الدنيا، ما نشوف يعني، ممكن الاسبوع اللي جاي يفاجئنا كابتن مجدي ونلاقي مبادره من جمعيه اللاعبين المحترفين. لما نشوف. طيب هختم معاك في الدقيقتين اللي باقيين من الفقره الحواريه. اختم معايا اللي انا مستمتع بيها معاك. انت عايز تخلص؟ لا. طيب ماشي. فكره التعقيم في افريقيا، يمكن التعقيم مختلف شويه. في فيديو حتى زملائنا محضرينه ممكن نشوفه معاك، لان موضوع التعقيم دلوقتي طبعا بيختلف من دوله لاخرى، بس حاجه كده ظريفه وكوميديه شويه، نخرج بره الاطار الجو اللي احنا عايشينه شويه في مصر. نتابع. طيب ابو حميد، هزار يعني، تقدر تقول سيد الكاميرا دي بنختم بيها الحلقه ولا الفقره؟ يعني ربنا يعدينا على خير. تعقيم. ابو حميد انا نورتني وشرفتني وبسعد بالحوار معاك، وكل التوفيق ليك يا رب، ونتقابل كل يوم ثلاثه ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد، وان شاء الله يعني يبقى عندنا جديد الثلاثة الجاي ان شاء الله، يعني نتكلم عن فيروس كورونا برضه. فيروس كورونا برضه. ماشي، كل التوفيق ليك يا رب. شكرا.
أكتفي بهذا القدر من الفقرة الحوارية الأولى، ثم أذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة حوارية ثانية مع المحلل الفني والناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد، وحديث مهم جدا بقى على التجربة الأوروبية كيف تطبق بنفس المعيار على الكرة المصرية في الفترة اللي جاية، وفي بعض الملفات اللي هنفتحها في الجزئيات دي، بس بجزئيات فيها أرقام وتحليل إحصائي لبعض الجزئيات، لكن بشكل عام هنشوف بقى الموسم لو اتأجل لأجل غير مسمى هيأثر إزاي على العقود، هيأثر إزاي على اللعيبة، هيتم التعامل إزاي، اللعيبة في البيوت إزاي تتمرن، إزاي تجهز بالنسبة للمرحلة الجاية، كل هذا وأكثر ولكن بعد الفاصل مع الأستاذ كريم سعيد. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني بينورني في هذه الفقره بالتاكيد ضيف عزيز غاب شويه عن اليومين اللي فاتوا، لكن بالتاكيد بنسعد بوجوده النهارده معنا في حلقه يوم الثلاث، الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ومرحبا بكل جماهير النادي الاهلي. ايه الاخبار؟ الحمد لله، احمد ربنا، الحمد لله. فيروس كورونا وتاثيره على الرياضه والكوره ما زال، والموضوع وكأنه مباراة صعبة، مباراة صعبة جدا كمان. هو طبعا احنا لسه مكملين في الأوضاع اللي احنا فيها، وكل فترة كل أسبوع بتسمع كلام جديد. يعني مثلا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على ثلاث اختيارات الاتحاد الإنجليزي واتحاد الكروية في أوروبا كلها حطتها عشان استكمال المنافسة. قلنا أول أوبشن 1-5، وطبعا ده خلاص اكيد في ظل الظروف الحاليه، تمام، ولسه الفيروس لم يتم تحجيمه بالشكل الكامل، وان كان في بعض الاخبار الجيده اللي هنقولها طبعا. والاوبشن الثاني 1-6، والاوبشن الثالث 15-6، واتقال ان لو وصلنا ل 1-7 وما قدرناش نرجع البطولات فده بقى مستحيل. ليه؟ لان انت كده هتخش في اجنده الموسم الجديد. الكلام ده يا محمد كان الاسبوع اللي فات، من 7 ايام 10 خلال ال 10 ايام اللي فاتوا طلع الفيفا وقال كلام تاني خالص. قال لك احنا فعلا بعد دراسات لا محدش يقدر يتحمل ان الموسم يتلغي خالص خالص. طيب حتى شوف لدرجة ايه، لو اجلنا انطلاقة الموسم الجديد للسنة الجديدة. بمعنى عارفين يا جماعة كده لما بنشوف كده في بعض الدوريات في شمال اوروبا اللي هي بتبدا من 1 فبراير، يعني هم في دوريات كده فنلندا، الدوري الفنلندي، الدوريات اللي هي مختلفه شويه عن الاجنده بتاعتها عن الاجنده العاديه، بيبداوا الدوري في 1 فبراير. البرازيل ممكن ساعات بيبداوا 1 مارس او 1 ابريل، وبيفنشوا قبل الكاس عن الانديه. البلدان اللي هي بتعمل الدوري في السنه، مش موسم، مش داخل ما بين سنتين. يعني مثلا موسم احنا بنقول ايه، موسم 2018 2019 2019 2020، لا دول بيعملوا الدوري في 2019 ويخلص 2019. فربما ده يبقى اوبشن عشان ايه دلوقتي المشكله اللي الناس كلها واقفه قصادها، ان ما حدش قادر يتحمل الارقام والخسائر اللي بتتحط على الورق دي، ما حدش قادر يمسك. وخليني اديك اخر ريبورت طلع على الانديه الانجليزيه، هنحسب بقى، احنا جبنا ورقه وقلم. يعني بص احنا في الاول كنا بنقول ايه، الخسائر كبيره، الخسائر بمليارات، الخسائر مش محدش يتحملها، لكن مسكنا بقى ايه ورقه وقلم، وتعالى بقى ايه نشوف احنا فعلا هنخسر ايه. الدوري الانجليزي اول نادي هيخسر فيه مبالغ كبيره جدا 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 مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد هو اكتر نادي هيتاثر ماليا اذا الموسم ده اتلغى في انجلترا. يونايتد هيخسر كام؟ هيخسر اجمالي 116 مليون جنيه استرليني. دول متقسمين على ايه؟ متقسمين على عوائد النقل التلفزيوني اللي هو هيخسرهم 48 مليون، وهيخسر التذاكر بتاعته اجمالي 17 مليون، تمام، وهيخسر عقود الرعايه بتاعته 50 مليون جنيه استرليني. فدول المجمل بتاعهم 116. يجي بعدي السيتي، السيتي يخسر 100 ما يقرب من 109 مليون جنيه استرليني، وبعديهم ليفربول هيخسر 102. فطبعا ده تتكلم في ارقام كبيره طبعا، وده اللي خلى بالك يا محمد، اللي خلى الانديه تحاول الاسبوع اللي فات ان هم يلجأوا للدعم الحكومي. النهارده انا مش عندي بعض الموظفين، سيبك من اللعيبه،
انا النهارده عندي اداريين وعندي موظفين في النادي ارقامهم كبيره. الانديه دي فيها ما يقرب من 800 و900 و1000 موظف. بمناسبه العمال والموظفين ليفربول خلاص تراجع بالزبط. عن قراره بفكره ان الحكومه البريطانيه تتحمل جزء من البطاله الجزئيه يعني للرواتب ديت، وقال خلاص هتحمل انا خلال الفتره الجايه نتيجه طبعا خلاص تقليص العقود والمرتبات في خلال الفتره الجايه. بالظبط ده كان الخبر فعلا اللي انتشر، ليفربول ويونايتد ان هما الاثنين تراجعوا عن القرار بتاعهم ان هما يلجأوا للحكومه البريطانيه، ان هي عرفت برضو الحكومه بتساعد الانديه بجزء معين في زي صندوق كده بحد اقصى 3000 دولار بالنسبه للمرتبات كده. فهو الصندوق ده هما بيدفعوا منه الرواتب بتاعه الموظفين والعمال، وبالتالي هما دي كانت الفكره يا محمد ان احنا زي النهارده نخفض العقود. لو تفتكر انا يعني احنا اعتقد من حوالي طرحنا الموضوع ده من اول موضوع فيروس كورونا بدا على الامر، قلنا ان صعب جدا 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 ان الانديه تتحمل، وبالتالي اول حل تقوله لازم اللعيبه هي اللي توافق على وقتها. انت قلت كده، قلت الرهان هيكون على اللعيبه الفتره الجايه. طبعا طبعا، والامر ده في اوروبا تحديدا هيتقاس بقى مين اللعيب اللي ضحى ومين اللعيب اللي رفض طبعا. لو تفتكر برضو احنا قلنا ان يوفنتوس خد القرار بتاع توفير، يعني هم حسبوا الميزانيه عايزين نوفر 90 مليون يورو. وافتكر لو قعدنا نتناقش على موضوع بارتوميو ولاعيبه برشلونه مظبوط، لما ساعتها كان لسه ميسي ما طلعش البيان، وكان طبعا احنا طبعا واخدين بالنا من الخناقه اللي شغاله، خناقه شغاله بحته، تحس كده ان برشلونه بقى له اثنين رؤساء، بارتوميو واخد الجزء بتاع الاداره والايه الاداريين، وميسي النهارده هو رئيس اللعيبه، هو الراجل بيطلع بيانات والنادي بيطلع بيانات بالظبط. وبالتالي بارتوميو لما شاف حتى ميسي عمل الحركه دي الرد بتاعه قال له ايه؟ قال له لا ده مش كافي، ال 70% مش كافي. تخيل 70% بالظبط، انت متخيل مثلا لا وعادي ميسي، عادي ميسي لوحده كمان، انت بتتكلم باربع خمس لعيبه في الريال، مش قصدي كلام محمد، قيمه كبيره، نسبه كبيره. يعني لو تفتكر كنا احنا ساعتها بنتكلم ان اداره برشلونه كانت بتطلب من لعيبه 30%، وطلع اخبار ان هم ال 70% اللي هيطلبوها دي اللعيبه رفضتها، وبالفعل هم رفضوها في الاول. اللعيبه رفضت ال 70%، قال لك لا ده كتير، احنا ممكن نقدم بس 30%. ميسي لما قعد مع اللعيبه وقال لهم ما معناته ان بارتوميو بيحاول ان هو يزنقنا او يصدرنا للجمهور والعمال والموظفين، لا لو هي كده المبادره تيجي منين؟ مننا احنا، يعني ما تجيش مبادره منك واطلع انا موافق عليها فتحسب تحسب للاداره تحسب مش للعيبه، لا اذا كنت انا هعملها اعملها بس في الاخر تحسب لي انا، مبادره مني انا. وكمان هو عمل الحركه دي عشان يخسره الانتخابات الجايه، لان كل اللعيبه واضح جدا 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 ان علاقتها بارتوميو سيئه بالظبط. فهو بارتوميو لما شاف ميسي عمل الحركه دي بعيدا عن الاعلام بتاع النادي، بعيدا عن الموقع بتاع النادي، بعيدا عن كل وسائل الاعلام الرسميه لبرشلونه، ما معناته رفض ال 70%. لان لما اجي اقول لك انا اسف ال 70% اللي انت عرضت انك تخفضهم مش كافيين، يعني انا بقول لك بشكل غير مباشر انا مش موافق عليها ولازم تخفض اكتر. في حين ان في يوفنتوس اللعيبه يعني لما جمعت اللعيبه كلها من مرتباتها بساري كمان طبعا بكله، فانت خفضت قدرت انك توزن الميزانيه بتاعتك اربع شهور، ال 90 مليون يورو ده قال لك ما يعادل مرتبات اربع شهور جايه هنعوضهم بعد كده. فده يوضح لك يا محمد ازاي ان فعلا برشلونه حاليا في مشكله وبيحاولوا يحلوها، وفي نفس الوقت النقطه اللي احنا قلناها في اي حته في العالم، وانا اسف ان اقولها هو في مصر هتحصل، في مصر غصب عننا كلنا لازم يحصل تخفيض لعقود اللاعبين. ليه؟ عشان المنظومه تستمر. ما اصل لو ما حصلش كده انا ممكن اديك شهر اتنين تلاته، هاجي بعد كده مش هيبقى في اي موارد ماليه اصلا، كل حاجه هتقف يا محمد خلي بالك، كل حاجه في مداخيل كانت داخله في شهر ابريل وشهر مايو من بس فضائي طبعا تم ايقافها، لان خلاص ما فيش مباريات، ما فيش احداث، وانت كمان ما تعرفش لسه الدوري هيرجع امتى. يعني برضه خلينا ننتقد نقطه مهمه جدا، يعني الفيفا اداك زي ايه انبوبه اكسجين شويه لما جه قال ان احنا اوريدي ما عندناش مشكله نكمل الموسم لغايه فترات متاخره من العام الحالي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا الموسم ده الله اعلم هيخلص امتى بالظبط. ممكن بعض الاجندات المحليه، كل واحد طبعا عنده ظروفه الخاصه وعنده الظروف الاجتماعيه بقى، انت هتيجي النهارده تحط اجنده بقى جديد، فممكن النهارده مثلا احنا في مصر يقول لك والله انا عشان اخلص الدوري ده لسه اصلا ما خلصش الدور الاول، يعني عندي بعض الماتشات المؤجله، في كام ماتش مؤجل من الدور الاول، فانا مكمل معايا الموسم ده لغايه شهر فبراير مثلا
فعود اللعيبه اللي هتنتهي وملف الاعارات 30/6 والاعارات وكل ده مكمل معاك مكمل معاك خلاص. الفيفا قال قرار رسمي ان احنا مش هنيجي على الانديه القديمه لا عشان مش عايزين الناس النهارده تتاثر هذا التاثر الكبير. فمعنى ندي مثل برضو لو في لعيب عقده بينتهي 30/6 زي مثلا اشرف حكيمي مثلا بيلعب في بروسيا دورتموند على سبيل الاعاره على سبيل الاعاره والمفروض الاعاره تنتهي في 30/6 ويرجع ريال مدريد مثلا هو كده مش هيرجع ريال مدريد غير لما الموسم في الدوري الالماني ينتهي ينتهي امتى بقى؟ السنه الجايه. يبقى انت يبقى هنا دورتموند خد الست شهور ازاي دول فري خدهم زي كانهم متضمنين في العقد الايه القديم مثلا لعيب كان عقده بينتهي مع النادي بتاعه السنه دي وراح مضى لنادي اخر من يناير زي ما القواعد بتقول لو انت النهارده باقي في عقدك 6 شهور فمن حقك تمضي من يناير اول يناير. ففي الوقت الحالي خلاص شكرا الست شهور دول راحوا عليك ليه؟ لان انت هتفضل مجبر انك تقعد نهايه السنه لغايه يناير الجاي نهايه السنه الجايه. وهنا ممكن تخش في حته فنيه ثانيه ان ممكن مدير فني ما يعتمدش عليك خلاص ان هو فهم تماما. يبقى انت بتتكلم انا بقالي سنه ما بلعبش بالظبط وسنه بتروح من العمر طبعا يعني دي سنه كمان بتروح من العمر يعني خلي بالك اذا كنت انا النهارده مثلا بوصل لسن 34 او 35 فمهم جدا عندي في العقد الجديد هو اول سنه فيه لان اكيد السنوات اللي بعديها ببقى انا مزبوط. كبرت ازيد فبالتالي دي اهم سنه عندي فحظي تخيل لو ضاعت عليا حظي او ما هو اكيد الموسم ده مش هينتهي في 6 لا لا انسى خلاص انت بتتكلم لو خلص بدري يخلص في 8 بالظبط 8 لو بدري احنا هيخلص 8 لا احنا لسه بقول لك عندنا ماتشات من دول الاول هل احنا نقدر مثلا الدوري الانجليزي لما جم قالوا للعيبه بصوا يا جماعه الفرصه الوحيده لينا ان احنا ان شاء الله نخش شهر 5 ونقدر نحجم الفيروس واذا قدرنا نوصل لشهر 5 بالنظام ده اعملوا حسابكم اعملوا حسابكم قال لهم كده هتلعبوا 3 ماتشات كل 7 ايام في الاسبوع كل 7 ايام هتلعبوا 3 ماتشات هتحطوا في معسكرات زي ما كنا بنتكلم هتحطوا في معسكرات وهنلعب ماتش كل 48 ساعه تمام. فاللعيبه قالت لك لا يعني مع كامل احترامي احنا برضه احنا مش الات هنعمل وتدريبات وانت ما تلعبش بس يعني مش هقول لك ايه العب السبت وهتلعب 2 او 3 ما انت هتتدرب الحد تتدرب طبعا في الايام ديت فما اظن مش تروح ايه تنام مش اجازه تلعب بالظبط كده وبالتالي انت هنا بتضغط الموسم بس هو في الاخر الناس بتقول لك ايه؟ الناس بتقول لك عشان نحمي الصناعه دي ما عندناش حل تاني. الصناعة دي ممكن فعلا يحصل فيها مشاكل كبيرة جدا 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 لو كل العناصر فيها لم تتكاتف لإنقاذها. انت خلي بالك يا محمد احنا هنبدأ نجني الآثار السلبية الاقتصادية لكورونا لما تقف. احنا مش شايفينها لسه احنا ما نعرفش. لا لا لا, لا, لا انت لسه في مرحلة تجميع الأرقام والمعلومات. بعد ما الفيروس بعد ما ينحصر الفيروس تبدا بقى تشوف ايه خسائرك زي الحرب كده بالظبط بالظبط فهي بالتالي انت النهارده عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخلي كل عناصر اللعبه يساعدوا وبصراحه النهارده انا شايف يعني بدا النهارده احنا في الكره المصريه بنتكلم على تخفيض عقود الاجهزه الفنيه زي ما شفت في نادي المقاولين نادي الاتحاد كل دي مبادرات وانا في وجهه نظري لما بتيجي مبادره تبقى حلوه شكلها شيك بالظبط كده احسن ما تيجي فرد او اجتماع رسمي او او ما انا هعمل ايه؟ ما انا كنادي النهارده بجد يعني خلينا نتكلم بصراحه انا كنادي هعمل ايه؟ ايه اللي في ايديا اعمله؟ كل المداخيل بتاعتي وقفت بمناسبه الانديه قبل ما نستعرض اللي اتكتب برضه على المواقع في الفتره دي خلال اليومين اللي فاتوا مثلا رابطه الدوري الايطالي قالت لك لو الموسم تم الغائه هخصم تلت العقد من كل لاعب طب ولو الموسم استكمل ورجع وكملنا هخصم السدس عارف انت محطوطه نسب محطوطه طب ارقام طب هو بتتحسب ازاي بتتحسب انت النهارده بتجيب الميزانيه بتاعتك انت بتروح للمحاسب بتاعك او يعني الايه الاداره الماليه عندك وتقول لهم لو سمحتم قولوا لي الميزانيه بتاعتي السنه دي ما تطلعش متدمره ممكن تطلع خسرانه دي اول حاجه هي متعلقه باللي انت كنت بتتكلم فيه ليفربول واليونايتد ان هم تراجعوا عن قرار قرار مساعده الحكومه مساعده 80% بالظبط من خلي بالك الخبر طبعا عمل مشكله جدا جدا الموظفين وعمال ان بصراحه لازم كمان اللعيبه ياخدوا بالهم من الحته دي. يورجن كلوب في بيان ليه او في تصريح ليه كان مستاء جدا من القرار وقال لك احنا اصلا بنخصم وبنوافق على المساعده وفي الاخر ليه يعني النادي يدي نسبه من دفع المرتبات على الحكومه البريطانيه صح يعني كان ليه بيان في الامر ده واتكلم عليه. لا والفكره كمان ان انت ازاي طبعا ده بالنسبه لي الانديه الالمانيه يعني المانيا بقى احنا شفنا هم حسبوا الحسبه اللي احنا بنتكلم فيها دي فقال لك طيب لا احنا مش عايزين نقدر يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا
نرجع النشاط. فشوف طبعا اكيد اللي شافوا تمرين بايرن على اليوتيوب محافظ على في ابتعاد كده بعد بالزبط. اجتماعي زي ما بيقولوا بالظبط كده. وقسم اللعيبه المجموعات، كل مجموعه 4 4 4 واخر مجموعه 5 وبدا يعمل التدريبات البسيطه النهارده، مرر كوره بس ما يحصلش اي التحامات، تلامس او التحامات بالزبط. او اقتراب من بعضه بالظبط كده عشان ما بقاش فيه نقل للفيروس. وان كان يعني بعض الاخبار اللي جت من امريكا بتاكد ان الفيروس ايربون، يعني ايه ان هو بينتقل على في الجو طبعا بالزبط. ده امر خطر طبعا. طيب. ده طبعا اكيد الفيديو اللي معانا ده فيديو من روسيا بيعملوا توعيه يستغلوا احد بعض الصور تمام. فكره حلوه قوي بصراحه، جميله جدا ان انت النهارده تستخدم الاستاد وانك تدي التعليمات للشعب عن طريق الاستاد نفسه، يعني الاستاد بيتكتب عليه الرياضية. بالظبط. اقعد في البيت، ما تحاولش تقرب، من مفيش في تجمعات، حافظ طبعا على المسافه الاجتماعيه مع اصدقائك او ارتباط حتى ارتباط الناس بالمنشات دي طبعًا. بيدي مساحه انك لما تشوف او تقرا حاجه زي كده تلتزم بيها وتتاثر بيها. طبعا طبعا. مظبوط. بص محمد، الامانه الكوره عنصر اساسي في مجتمع، الناس كلها بتحب الكوره، الكوره هي المنفذ وهي المتنفس ليك في حياتك. مظبوط. يعني النهارده الناس كلها يعني نشوف نفتكر حتى احنا من ايام 2011 والمشاكل اللي حصلت وما الى اخره، كنا دايما يعني متشوقين الكوره ترجع، دايما الكوره هي اللي بتخليك تتنفس وهي اللي بتخليك مقبل على الحياه اكبر، مقبل على الحياه بشكل اكبر بصراحه يعني. فالنهارده احنا في ظرف ما نعرفش الله اعلم ايه اخره، ما فيش حد النهارده في العالم يعني اعظم دكتور اعظم عالم طب في الحياه دلوقتي، لو رحت سالته الوضع اللي احنا فيه ده هيخلص امتى هقول لك ما اعرفش، محدش عارف، انا ما اعرفش، محدش عارف، احنا بنحاول. طب رايك ايه في المبادره اجتماعيه مهمه جدا اللي ليها علاقه بحاجه لسه هنعرضها بعد شويه، بس مثلا فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها مباراه افتراضيه. فكره مباراه افتراضيه يعني نطرح تذاكر لهذه المباراه اللي هي مش هتتلعب، بس التذاكر دي يتم شرائها من اللعيبه، من الروابط، من المدربين، من الجماهير القادره على الشراء في التوقيت الحالي، والمبلغ المالي اللي هيجي من وراء شراء ال 60,000 تذكره او ال 40 او ال 80 حسب سعه الاستاد يعني يروح موجه كدور مجتمعي لدعم اي صناديق متعلقه بمكافحه الفيروس او وزاره الصحه او دعم الدوله وتوجهات الحكومه. وطبعا فكره حلوه جدا جدا، وهي من نوع من انواع الاعمال الخيريه في الوقت الحالي. انت اكيد في ناس كتيره تضررت بشكل كبير جدا، بخلاف كمان انت عايز كمان تساعد الجيش الابيض، كان الدكاتره والاطباء اللي هم خط المواجهه بالزبط. الاول لكل شعوب الارض في الوقت الحالي اللي بمواجهه الظرف اللي احنا فيه، هم كمان بصراحه بيندروا. يعني طبعا النسبه الاخيره ان 25% من المصابين بالفيروس حوالين العالم كلهم دكاتره وممرضين بنسبه كبيره، لان خلي بالك انت بتخسر جزء كبير من خط الدفاع بتاعك، فاحنا لازم نساعدهم. شفنا امبارح الرئيس الامريكي بيدعو لانتاج 150 مليون كمامه في ايام قليله، انت بتحاول انت تضخ الانتاج بتاعك 10% زياده او 10 اضعاف بالظبط. كنت النهارده بتطلع مثلا 10 مليون في الاسبوع، 15 مليون في الاسبوع، انت عايز 150 مليون عشان تقدر تكفي الاحتياجات بتاعت ايه؟ بتاعت امريكا، مش التصدير، مش التصدير لا 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 التصدير ده عايز يكفي حاجته. وحتى طبعا كلنا اعتقد واخدين بالنا ان العالم كله دلوقتي بقى قرصنه، اي سفينه معديه بتخش في حته. فاكر نظام القبائل زمان؟ الموضوع فعلا لا يا جماعه الموضوع صعب. لازم فعلا نشوف الصوره بشكل واقعي. فاحنا فعلا الامر اللي انت بتقوله ان احنا نعمل امور خيريه دي اكيد حاجه مهمه جدا. حتى برضو اضيف عليها اللي عمله ديبالا وجاري سبيل ان هم لعبوا بعض بلاي ستيشن على تويتش عشان النهارده يجمعوا بعض الفلوس، بعض المبالغ. طب مبلغ بسيط بصراحه اللي جمعوه 17,000 استرليني، ولكن الفكره في حد ذاتها كريم. قدامنا اهي طلع فكره طبعا. صور من المباراه كانت امبارح ناس كتيره جدا اتفرجوا عليها، على مباراه بلاي ستيشن لعبوا بعض. ديبالا قاعد في بيته، جاري سبيل قاعد في بيته، وكل واحد اتفقوا انهم هيلعبوا ماتش خيري، ماتش فيفا على تويتش. الرياضه الالكترونيه يعني مزدهره جدا اليومين دول، وقدروا فعلا في المباراه. قدامنا اهي صور واضحه اكتر اهي لجاري سبيل وديبالا، 17,000 استرليني، واهدوها لاحد المستشفيات
في انجلترا عشان يدعموا بيها الظرف. الفيديو ده كمان ده كان ليه حقوق يعني، عشان طبعا الحقوق بنعرض صور طبعًا. لكن حتى الفيديو ده عشان ليه حقوق، الحقوق دي بتجيب فلوس تقدر تدفع فيها. طبعا بص انت كل في الوقت الحالي انت بتحاول قد ما تقدر انك تستغل الشهره اللي خدها الرياضيين حول العالم للمساعده في الظرف الحالي. بمعنى اللعيبه في الوقت الحالي فعلا ما عندهمش دور. ايه الدور اللي انا اقدر اعمله لمواجهه الفيروس؟ ولا حاجه، انا مش دكتور ومش دكتور حتى ومش هنزل العب، ما اقدرش، ما عنديش اي مساحه. لكن اقدر استغل شهرتي، اقدر النهارده اساعد الناس معنويا، اقدر النهارده اساعد الناس ماديا. اهو ماتش بينهم من بعض، وده حتى بالزبط. صور اهي من اجزاء من المباراه كمان بالظبط. وهنا طبعا عندنا صورتين عشان نكون واضحين جدا قدام الساده المشاهدين. عندنا المثل بتاع ديبالا وجاريس بيل، مثل جيد جدا. وعندنا المثل بتاع كايلي ووكر لاعب السيتي. طبعا المتابعين المشكله الاخيره اللي حصلت لكايلي ووكر وتم بسببها تم استبعاده من المنتخب الانجليزي مدى العمر، خسر كل حاجه. يعني كايل ووكر النهارده بنتكلم 29 سنه يعني، فلسه قدامه بعض السنين في اللعب الدولي. فكايل ووكر لما في وسط اللي احنا بنواجهه ده والمشاكل اللي عندنا، راح عمل حفله عنده في البيت لمزاجه وانطلق، اخترق قرار الحظر عاش والعزل. هو عاش حياته خلاص مع اصحابه وانتهى الموضوع. وتاني يوم بدا يكلم الناس على ازاي تقعد في البيت. فطبعا ده انتشر عبر الجرائد الإنجليزية. طبعا لما راح للسيتي، السيتي طلع بيان هاجم فيه اللاعب. وطبعا ساوث جيت شفناه امبارح بالليل، مدير فني منتخب انجلترا، مدير فني منتخب انجليزي، بياخد قرار باستبعاد كايلي ووكر تماما الانضمام للمنتخب طول ما هو مدير فني. فده مثل سيء قدامنا، في حين في مثل جيد اللي احنا شفناه من ديبالا وجاريس بيل. مع ان ديبالا طبعا احنا عارفين هو برضه بيمر بفتره صعبه، ان هو اول تيست ليه كان بوزيتيف هو وصديقته، وبعد كده خفوا، وبعد كده اتصابوا مره اخرى. فبرضه اللاعب عنده بعض المشاكل، ولكن في ظل كل ده ما منعش ان هو يشارك في الدعوه اللي دعا ليها جاري سبين، هو يلعبوا ماتش ويلموا فلوس عشان المستشفيات في انجلترا. هو نفس الاطار، فكره المباراه الافتراضيه بتتعمل بس باطار مختلف، فكره مختلفه. هي الافكار دي بقى نفسي الاقيها في مصر الفتره الجايه، الاقيها في النظام القروي، الاقيها في النجوم الكره السابقين. مش هتكلم على الحاليين، الحاليين ممكن في اطار معين، لكن السابقين الاحاديث بدل ما تبقى بقى في اطار مهم ودور مجتمعي. شايفين العالم كله بيفكر ازاي وبيشتغل ازاي. بص هو انا شايف بصراحه، وحابين نتكلم بصراحه يعني، احنا في مصر في الوقت الحالي انا شايف ان المؤسسات والانديه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تساعد في الامر، وطبعا بيحلوا مشاكل. بس انا كنت اتمنى من اللعيبه ادوار اكبر، يعني ودور توعوي اكبر من كده بكتير، خصوصا ان السوشيال ميديا كلها معاكم. يعني انت النهارده بتتكلم على كم هائل من الفولورز والمتابعين، سواء على منصات مختلفه يعني انستغرام، تويتر، فيسبوك. والتداول حاليا على السوشيال ميديا مساحته اكبر واطول من فترات سابقه طبعا. لا وكمان انت دي اهم وقت انت لازم تظهر فيه، ما ينفعش تختفي. يعني ده اهم وقت صح، انت محتاج انك تظهر للناس وتوعيهم، لان احنا فعلا يا جماعه احنا ما نعرفش. يعني شفنا امبارح مثلا يعني جوارديولا اهو خسر والدته بسبب الفيروس، ودي انباء ممكن تصل لناس تانية، ممكن لعيبه نفسها يعني. حقيقي. قدر الله يعني وزير رئيس الوزراء البريطاني في انتنسيف كير، يعني في العنايه المركزه بقى له يومين، تدهورت صحته الفتره الاخيره. موضوع قوي يعني، ما فيش حد محمي من الامر. الامر ما فرقش بين غني وفقير او طبيب. كنت اتمنى ان احنا برضو في الوقت الحالي اكتر ما احنا بنتكلم في مشاكل تجديد العقود ومشاكل مش عارف ايه وامور ايه وذكريات وكل حاجه يعني، كنا اتمنى ان احنا نبقى مركزين في القضيه نفسها. يعني سيبنا من نوستالجيا وسيبنا من انا هلعب فين السنه الجايه، الله اعلم هنلعب كوره ولا لا، يعني لسه ما نعرفش. ما نعرفش والله بجد. لا وحاجه ثانيه، ما بقول لك انت ممكن تبقى بتبص للعائد المادي الزياده، وفجاه بعد مثلا شهرين من دلوقتي بالامر مش بمزاجك، بالامر لو انت خدتهاش كمبادر، بالامر هيتم تخفيض العقد، هيتقال لك والله انا اسف عقدك مخفض. بس ده ما كانش اتفقنا عليه، ما هو الوضع اللي انا فيه كده، عقدك اتخفض 50% وانا لسه متفق على عقدي الجديد في شهر يناير،
وخدت مقدم كمان او حتى في شهر 6 وخدت مقدم. جزء من الثقافه انك تبقى قاري المشهد صح. لا مش كمان مش انك تقرا المشهد صح يعني، ما في بصراحه يعني ساعات بتبقى نصيب يعني في موقف احنا فيه ده احنا الموضوع طال يعني موضوع كورونا لو نفتكر يا محمد احنا اول ما سمعنا عنه في شهر 12 انه في حاجه في الصين عامله مشكله وفي ازمه ووباء بينتشر بس كلنا مش مدينه الاهميه الكبيره احنا ما حسيناش بيه بالظبط. اول ما حسينا بيه اتحطينا في الموقف. فانا في وجهه نظري ان كان لازم في الوقت الحالي من اللعيبه بصراحه من اللعيبه اكتر ما هو ادارات الانديه، ادارات الانديه بتحاول قد ما تقدر، ادارات الانديه مش مسؤوله بس عن اللعيبه، لا تتكلم عن اعضاء موظفين والعمال وكل حاجه واتحاد الكوره كمان. سيبك من لعيبه الدرجه الاولى او الدرجه الممتازه والدرجه الثانيه الى حد ما عندهم مداخيل، لكن عندك الثالثه والرابعه في ازمه كبيره، كارثه فعليه. يعني الدرجه الثانيه هقول لك بصراحه عندهم متنفس شويه، ايه هو؟ ان انا شايف كم هائل من الشركات الخاصه داخله في الدوري الدرجه الثانيه، وبالتالي عندهم مداخيل ماليه بيقدروا يدفعوا بيها المرتبات. انما زي انت ما قلت الدرجه الثالثه والرابعه هيعملوا ايه؟ انت بتقضي تماما، صعبه جدا على انديه، في انديه هتندثر. يا كريم انت بتتكلم على الكره المصريه بحالتها دي، فاكر حلقه الدكتور سعد شلبي لما اتكلمنا على الوضع الاقتصادي؟ احنا كنا بنتكلم من شهر طبعا، اللي هو دلوقتي بيتناقش في كل المواقع وكل البرامج. صحيح. لكن انا مش متخيل لما افتح واشوف التقارير نازله في بعض الصحف في المواقع العالميه اتفاجئ مثلا بمجله قيقر الالمانيه بتتكلم على ان في 13 نادي محترف مهددين بالافلاس في شهر مايو الجاي، منهم طبعا. 4 في البوندسليغا طبعا وده بعد جرد رسمي حصل ما بين الرابطه والانديه. طبعا زي ما قلت لك قبل كده كل سنين في الوقت الحالي هم كانوا عندهم موظفين وعندهم التزامات ماليه وهم دفعوا زي ما قلت لك بره بيدفعوا مقدم ومش عايزين يلغوا عشان كده لانه هيخشوا هينتقلوا من ساحات الملاعب الى ساحات القضاء. طبعا ما دفعت لك خلاص هتيجي تقول لي ما انت شايف الظرف، هقول لك ماشي انت عندك ظرف وانا كمان عندي ظرف، عندي ظرف انا اعمل ايه؟ اديتك في الفلوس، انا ما اعرفش انت الفلوس اللي انا اديتها لك دي انت عملت بيها ايه؟ صح مش ذنبي. ولو لسه في اقساط في شهر 4 و5 يعني على سبيل المثال الدوري الفرنسي كان في 154 مليون جنيه مليون يورو كان هيدفعوا في شهر 4 لخزائن الانديه، تم ايقاف المبلغ وما دفعش بالظبط 154 مليون بالزبط. يورو تخيل. فهي الفكره انت زي النهارده كل واحد يشارك باي شيء ان كان اللي يقدر عليه عشان نقدر نخلي السفينه تمشي. ان احنا النهارده زي ما قلت لك الله اعلم احنا هنرجع امتى، ولكن الجديد خلاص المعلومه الجديده ان كل الاتحادات في العالم متجهه لعدم الغاء هذا الموسم عشان الخسائر ما تبقاش بالمليارات. ما هم حسبوا قال لك هل الخسائر هتقف بس على السنه دي؟ قال لك لا هتمتد. يعني مثلا جه قال لك احنا اوكي هنلغي الدوري، تعال مثلا نتكلم مثلا على الدوري المصري، احنا هنلغي الدوري المصري هناخد القرار ده. طيب تمام القرار ده ثمنه كام؟ بقول مثلا ثمنه 100 مليون جنيه بقول مثلا. بس هو بالفكر ده انت متوقع حد هنا فكر بالفكر ده؟ انا ما اعرفش بصراحه ما عملوا ايه غير ما بيقولوا نلغي وخلاص. لا اللي انا سامعه يعني خدت بالك برضو احنا الناس كلها برضو في الاونه الاخيره كلنا متابعين كل الكلام على الانتخابات يعني كل الكلام يعني منحصر الانتخابات الجايه، مين نازل مين مش نازل، ايه الروابط اللي مين اللي هيدير الانتخابات، اللجنه الخماسيه هيتم التمديد ليها ولا لا، ده كل الكلام امور لائحيه يعني. لكن الوضع اللي هو في وجهه نظري الاهم اللي يحتاج لمناقشه بجد، تعالى الاول نقول احنا الدوري ده هنعمل فيه ايه؟ طيب فاتورته ايه؟ فانا بقول مثلا يعني تعالى نعمل ايه؟ اجتماع مصغر يعني مثلا التكلفه 100 مليون جنيه. طيب ال 100 مليون جنيه دول لما تلغي الموسم هتجيبهم ازاي بعد كده؟ فنيجي نسال طب النادي المداخيل بتاعتك السنه الجايه اصلا كام؟ 30 مليون جنيه. يعني ايه ده؟ لسه حتى عندك كمان عجز. السنة يعني لسه عندك عجز؟ يعني كمان لو احنا عملنا الخطوه دي مش هنقدر ندفع الفاتوره؟ يقول لك لا ما اقدرش يبقى خلاص الغي ليه؟ ما صح منطقيا ده بديهي. ايوه منطقيا هقول لك خلاص الغي ليه؟ مد اخر الموسم الجديد. لا ده هو كمان اللي فاهم فكره المد ده فانا هتحمل عقود وفلوس، ده مش تحمل، ده جزء بسيط منك لو لغيت ده عندك انت بس يعني عقود لعيبتك
دي مشكلتك انت بس، لكن النهارده مشكلتك بس، هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ دي مشكله عامه للانديه، ولو واخد فلوس لازم تردها بالظبط. والمعلن اللي هو دفع الفلوس ليك، يعني اذا قلنا مثلا احنا نعرفه ان في مصر حد ما ممكن يكون القسط الاول هو اللي دفع، بيت الاقساط تم تاجيلها شويه بسبب الظروف اللي احنا مرينا بيها الفتره الاخيره. فالمعلن يجي يقول لك لا استنى دي واحده بس، انا ليه عقد معاك وفي شرط جزائي، الشرط ده هتدفعه. فاتحاد الكوره هيرجع للانديه يقول لهم لا ما انا مش هقدر اتكلم، هتبقى خساره على الكل، فالخساره دي مكمله معايا لسنه او سنتين. فبالتالي فكره ان هو فكره ما اطلعش اقول انا لغيته خلاص، ان احنا زي ما قلت لك اوروبا بكامل العقليات اللي احنا بنشوفها قدوه لينا، يعني احنا دايما بنشوف اوروبا بتعمل ايه وبنقلدهم. الاسبوع اللي فات خدوا قرار واتنشر في كل وسائل الاعلام، الاسبوع ده غيروه لما بدا يحسب، والاتحاد الدولي شفناه في الاجتماع الاخير اكد طلع توصيات وقال خلاص مدد الموسم العقود ومدد الموسم بالظبط. والدوري البلجيكي اللي هو اوريدي الاتحاد الوحيد اللي خد قرار بتتويج اندر لخت ببطوله الدوري رغم ان البطوله ما خلصتش، قال لك ده هيتم توقيع عليه عقوبات لان هو خالف التعليمات اللي احنا. واعتقد القرار ده يعني ادى جرس انذار لاي حد يفكر طبعا. ولو مجرد فكره في انك تاخد قرار بالغاء او بدون رجوع، او بدون الرجوع بالظبط تاخد قرار منفصل. ممكن الانديه البلجيكيه تحرم من المشاركه اوروبيه لعدد سنوات جايه بسبب القرار. وفي بلجيكا يا كريم ده انت بتتكلم كان باقي جوله على الدوري ومرحله البري اوف بالظبط، يعني انت بتتكلم في دوري ممكن يتلعب في اقل من 3 اسابيع ويخلص بالظبط بالظبط، يعني حتى مرحله البلاي اوف بتتكلم في اول طب. 4 أندية أو 6 أندية على ما اعتقد يعني. طب وحتى برضه هو الدوري الانجليزي نفسه هو حد النهارده عنده اي شك ليفربول هو اللي هيكسب الدوري؟ لا ما عنده فيش خلاص، الموضوع يعني هو بنسبه كبيره تماما بالظبط. ده الموضوع كان ماتش واحد، ده كان الثلاثه اللي فات اعتقد كان هيتوج بالدوري، وكان الدوري كمل الثلاثه اللي فات كان ليفربول هيتوج بالدوري. الاتحاد الدولي كان رصد بصندوق لتعويض الاتحادات على الخسائر الماليه المتوقعه بس مهما ما رصد الاتحاد الدولي من ارقام اكيد مش هتعوض الارقام الماليه اللي ممكن الاتحادات بتدفعها او الانديه بتدفعها لاعبتها. لكن انا التقرير اللي لفت انتباهي لو انت بتتكلم في ارقام ماليه، مثلا حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد ديخيا ولاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، انت بتتكلم الاثنين بيتقاضان راتبا يقارب ال 20 مليون استرليني في السنه، يعني 25 مليون دولار امريكي في الاسبوع اعتقد. لا ده 20 مليون جنيه استرليني سنويا. اوكي سنويا، لا مش في الاسبوع. لا مليون، ده قصدك الراتب، ده الراتب. في 20 مليون في السنه. لا في الاسبوع كان الدرجات هياخد 20 مليون في الاسبوع، يا نهار ابيض. يعني 25 مليون دولار امريكي، شايف القيمه الماليه عامله ازاي؟ ده بالنسبه للرواتب اللعيبه الكبير هم ده اعلى كلاس ايه، بتتكلم كلاس ايه، بتتكلم في دي بروين وبتتكلم في دي خيا. تاني لما تيجي تبص على حته الرواتب اللعيبه الكبيره وازاي النهارده الانديه تتحملها، انا المثل الرائع اللي قدامي هو اللي عمله يوفنتوس بصراحه، سيبك حتى من برشلونه. تخيل انت 90 مليون يورو ده بيغطي مرتبات 4 شهور بالظبط. ده افضل مثل انا شفته ازاي فعلا اتحطت خطه عشان النهارده اقدر اطلع بالميزانيه بتاعتي مزبوط. مش خسرانه ومظبوطه، والنهارده برضو كل الاطراف تبقى مبسوطه، بمعنى اللعيبه والجهاز الفني يا جماعه لما الدوري يرجع هيبقى فيه تعويض ليكم عن المساهمه او المشاركه اللي انتوا عملتوها معانا في الظرف ده. وربما طبعا النهارده الاربع شهور دول خلي بالك لو لا قدر الله الدنيا ما رجعتش فانا مجبر ان الاربع شهور يبقوا 8 شهور. انجلترا الوضع فيها طبعا اكيد اعلى، احنا قلنا طبعا انجلترا هي اعلى دوري واعلى قيمه ماليه وكل حاجه فبالتالي لازم تبقى المشاركه مهمه. وكنت بصراحه كان نفسي والله اجيب فيديو النهارده مهم جدا جدا جدا، كان عن كان في مناقشه في سكاي سبورتس، كان اول امبارح، كان طبعا سكاي سبورتس عندهم معاهم جاري نيفل ومعاهم كاريجر، فكانوا بيتكلموا. جاري نيفل طبعا واخد الموضوع بقاله فتره، طبعا جاري نيفل بيتكلم على واحد من اساطير اليونايتد وكاريجر من اساطير ليفربول، فطبعا جاري نيفل واخد الموضوع ان هو بيتهم الاتحاد الانجليزي ان هو اللي حطهم في الورطه دي. لو تفتكر محمد الاسبوع اللي هم لعبوه الاتحاد الانجليزي، لو تفتكر ما كان في سياسه عامه في بريطانيا، جونسون لو نفتكر في بدايه شهر مارس اتاخر في القرار جدا، كان دايما بيحاول على قد ما يقدر انه يكمل بمناعه القطيع، هو الاسلوب او السياسه مناعه القطيع اللي هي ببساطه يا جماعه سيبوا الفيروس ينتشر وسيبوا مناعه المجتمع هي اللي تتعامل معاه وبالتالي هنعاني شويه بس بعد فتره هيتم
تحجيم الأمر. أنت عارف جزء من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد قال لك المباراة تحديدا كانت من دراسة. طبعا صحتها من عدمها محدش عارف لسه يعني، لكن قال لك دراسة المباراة دي تحديدا كانت جزء من انتشار الفيروس بنسبة كبيرة ما بين المواطنين في مدينة ليفربول. طبعا ليه؟ لأن ما تنساش برضو أسبانيا اللي أنت شايفها النهاردة متضررة. فواضح جدا ان الفيروس موجود في اسبانيا كفتره حضانه. مظبوط. بقاله فتره وانت جبت اعتقد ما لا يقل عن 2000 او 3000 مشجع لاتلتيكو مدريد. مظبوط. في مدينه ليفربول. وبالتالي بدا الموضوع ينتشر اكتر كحضانه، فاهم قصدي؟ والحمد لله طبعا. الحمد لله ان وزاره الصحه بصراحه وزاره الصحه العالميه قالت امبارح تصريح جميل جدا ان 85% من المصابين في مصر بيخفوا لوحدهم. ده على فكره مش موجود بره، دي معلومه طبيه اكيد بامور طبيه طبعا. طبعًا مش طبعًا. مش دارسين فيها قوي، لكن اكيد لها علاقه بتعاملات امور الهيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو رحيم بينا بصراحه. الحمد لله. لا والله بجد. لا والله بجد يا محمد، لا بكلمك ده تصريح، انا مش بقولش وجهه نظر يعني. فالتاني واضح ان الوضع، اكمل لك اللي كان بيقوله جاري نيفل. فهو اتهم الاتحاد الانجليزي بان هو ركز على المكاسب والامور الماليه بتاعتهم اكتر ما اهتموا بصحه اللاعبين. حقيقي. وشفنا بعد كده طبعا لما فريق ليستر هو لما اعلن ان في 6 اتصاب عنده، بس ما اعلنش مين اسامي اللعيبه اللي اتصابوا. وشفنا بعد كده طبعا ان الموضوع انتشر بشكل كبير، وهم بداوا يتكلموا هناك في وسائل الاعلام الانجليزيه ان الاتحاد الانجليزي هو اللي حطنا في الازمه دي. بالزبط. وبالتالي لازم النهارده هو يحط خطه طويله الاجل عشان النهارده نقدر نخرج من الموقف. تخيل ده فين؟ ده في انجلترا اللي احنا دايما بنبص لها ان هي مهد الكوره، وان المفروض انجلترا ما بيحصل فيها اي مشكله بتتحل في خلال 10 ايام او شهر على اقصى تقدير. تمام. واحنا دايما بناخدهم كمثل اعلى في حل المشاكل الكرويه. طيب الجزء الاخير من هذه الفقره هنتكلم بقى على في فتره التوقف والحظر والعزل الطبي اللي موجود، ازاي اللعيبه تتمرن في البيت في فتره الحظر، وازاي اللعيبه ممكن تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتها في الفتره دي، وازاي الاجهزه الفنيه تبعت برامج تدريبيه عبر الواتساب لكل لعيبه عشان تبدا تشتغل نتيجه طبعا ما يكونش فيه زياده في الاوزان والكلام ده الفتره الجايه. طب احنا كنا كده بكده وتفتكر في حته ان اللعيبه هي بعض الصور طبعًا. حتى اللي بتشرح هذا الموضوع ده طبعا ماتويدي وطبعا ورونالدو كانوا امبارح عاملين تحدي تمرين البطن، واحد من اصعب التمرينات طبعا. لما اجي اقول في تحدي اتعمل بين ماتويدي لاعب يوفنتوس وكريستيانو، اكيد كل الناس هتقول كريستيانو هو اللي يكسب. هو كريستيانو طبعا هو اللي بدا التحدي، عمل 142 عده. لا كريستيانو عنده اصلا ملعب مجهز بس كل حاجه كسبه. ماتويدي وماتويدي كان راجع من اصابه كورونا. بالظبط. صح. بالظبط. بس هو طبعا الفكره ان هو خف يعني، هو الفيروس ما كانش نشط فيه يعني كريستيانو عمل 142. ماتويدي قدر ان هو يكسبه، دي واحده من التحديات الحلوه. انا بحب جدا التحديات دي بصراحه، لطيفه وبتخلي الناس تشارك فيها. تمام. وكمان بتخلي الناس تمارس بعض الرياضة. النشاط، لان احنا قاعدين في البيت ما بنعملش شيء. طيب لكن لما نيجي نتكلم على المستوى الاحترافي زي ما كنا بنتكلم محمد، ان لازم طبعا مدربين الاحمال يتابعوا مع اللعيبه عشان ما يحصلش اصابات. ده اللي احنا اتكلمنا فيه من حوالي شهر اعتقد، برضه في الحلقه اللي احنا كنا سابقين اعتقد يا كريم. فعلا طبعا انا في الوقت الاخير سمعت ان يعني مصطفى زناني لاعب نادي المقاولين اصيب خلال هو قال لاعب الحرس والمعارم الجيش لاعب الحرس هو اتصاب وهو بيتدرب في البيت بالصليبي. دي اصابه صعبه جدا صعبة جدا جدا، ولاعب صغير ده مواليد 99 طبعا. لا وده يبين لك ان هو قرص على نفسه في التمرين وعمل حركه، او يعني رجله لفت بطريقه خلت الرباط يتقطع. فدي هي دي المساوئ اللي انت لازم تخلي بالك منها. انت النهارده ممكن للاسف احنا نتمنى طبعا ان النشاط يرجع خلال شهر 3 شهور، انت هنا غصب عنك بقى بعدت نفسك 9 شهور. احنا رباط الصليبي دايما بيتكلم عليه 6 شهور، لكن في ظل السيناريو الاخيره بصراحه يعني نصائح الاطباء قالوا لا، اصابه الرباط الصليبي دلوقتي عشان تضمن انه يرجع كويس 9 بقت 9 مش 6 شهور. وبالتالي انت هنا خلاص بقت 9 شهور بره الملاعب تماما. ده حتى ده في برنامج الفيفا نفسه لما بيحب هو يلتزم بتعاقد لاعب نتيجه اصابه هذا اللاعب في اجنده دوليه، التقرير الطبي اللي الفيفا بيعترف بيه الاصابه بالعلاج مش اقل من 9 شهور. ما هي دي بقى النقطه، وده اللي حصل في موضوع مروان محسن. بالظبط. هي دي بقى النقطه، مهم جدا جدا ان اللعيبه تبقى دايما ماشيه على برنامج. يعني انا بشوف كميه فيديوهات على انستجرام بصراحه كتيره جدا، اكيد طبعا اللعيبه بتحب
انها تشارك المتابعين بتوعهم في الوقت الحالي ان هم ما بيعملوش حاجه. بس خلي بالك لو انت اتدربت او اتمرنت لوحدك تمرينات عنيفه بدون ما ترجع او الفكره بتاديها ازاي بخلاف انت تتمرن في البيت او في جنينه الفيلا بتاعتك. مظبوط. غير ما انت تتمرن في الملعب او تتمرن في الاستاد او المكان اللي انت متعود عليه تحت اشراف صح حد. بس هل ثقافه اللاعب في مصر تقدر تقول هينفذ التدابير او التدريبات قصدي بنسبه 100%؟ لان انت حتى في الملاعب لما بتتفرج على تدريبات الفرق لما المدرب بيعمل مثلا فقره تدريب سبرنتات عاليه والجري من اول ملعب لاخر الملعب بتلاقي لعيبه مثلا بتحاول ما تديهاش بنسبه كبيره. تخيل بقى دلوقتي اللعيبه قاعده في البيت. ما هو في نقطه مهمه جدا يا محمد، سؤالك حلو في ايه؟ التزامن او ترتيب التدريبات. يعني بمعنى هو انا النهارده اصلا اي تدريب فريق في العالم في اي حته بيبدا بالتسخين. صح. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم انزل سخن. انزل سخن في الاول. ما ينفعش النهارده وانت نازل من اوضه اللبس اروح قايل لك انزل العب كوره. لا طبعا ما ينفعش. لا لا, 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 لا طبعًا. انزل سخن. هو انا السؤال هل انت بتفتكر، ما خلي بالك اللعيبه كلها ما عندهاش الثقافه او ما عندهاش الاحترام او ما عندهاش الايه، قليل جدا تلاقي اللاعب اللي لسه ثقافته اوروبيه او محترف او منظم في حياته. منظم. يعني النهارده مثلا انا يعني النهارده قمت من النوم وفطرت وفتحت الموبايل لقيت بقى ايه زمايلي كلهم عاملين فيديوهات على انستجرام، واللي جايب 100,000 واللي جايب نص مليون واللي جايب مليون. فانا ايه اللي حصل هنا؟ حصل لي اتحمست. يا سلام، طب انا برضه عايز اعمل فيديو. تمام. فهوب اروح واخد الموبايل حطه قدامي وابدا اعمل تدريب عنيف جدا عشان اعديك، اعلي عليك يعني باللغه مثلا. باللغه الدارجه يعني كتحدي. انا عايز اعلي عليك يعني كتحدي. طب انا ما اقدرش اعمل التمرين ده لان اكون في الاول عامل ايه؟ مسخن. ده مسخن. بس انا كل اللي انا مستعجل عليه ايه؟ ان انا عايز اصور. انا عايز اصور الفيديو عشان الحق احطه على الانستجرام. عشان انت محمد في الاكونت بتاعه انا شفت ان هو جاب مثلا 200,000 فيوز على انستجرام. لا انا عايز اجيب نص مليون عشان بقى اعلي على محمد بقى واضرب في الدقف. فاهم قصدي؟ تمام. فهوب وانا بصور نفسي وبعمل التمرين الصعب اتصبت. ده بسبب ايه؟ ثقافتي ما كانتش حاضره في الموقف اللي انا اتحطيت فيه. انا هنا باصص للسوشيال ميديا، انا هنا باصص للشهره، انا هنا باصص ان عايز اعمل فيوز، لكن ما بصيتش لصحتي. ان انا النهارده انا فاكر مدرب الاحمد بتاعي عمره ما بدا معايا التمرين ده الا لما انا كنت ايه جسمي مسخن الاول او حتى مشيت شويه على التريد ميل. يعني النهارده المفروض النهارده اي لعيب كوره لازم يكون عنده تريد ميل او عنده ارك في البيت بيعمل عليه اول تحرك جسمك. لما تحرك جسمك وتنشط الدوره الدمويه شويه عندك اقعد بقى يا باشا اعمل ال 100 ضغط اللي انت عايز، اعمل بقى كل التمرينات العقله، اعمل كل التمارين الصعبه، نط الحبل. طيب في اجهزه فنيه بعد ما بتبعت البرنامج للعيبه بتطلب من اللعيبه تصور وتبعت ريبلاي بقى بالتدريب اللي حصل. تمام. ده شايفه طبعا. ما هو زي ده احنا النهارده كل مدربين فتنس، يعني النهارده مثلا حتى المشتركين في الجيم في مدربين النهارده وانا بشوفهم طبعا في برامج، انت عارف النهارده برامج الفيديوز كتير على السوشيال ميديا يا خبر ابيض كتير يعني مكاسب وهميه في اسامي عمرنا ما كنا نسمع عنها. دايما متعودين فيسبوك انستجرام وتويتر وتويتش، يعني دول الحاجات اللي انا حد او سناب شات الحاجات دي المشهوره قوي يعني ما بتحتاجش اعلانات. النهارده في كميه برامج طلعت سواء للدراسه من المنزل او حتى الشغل من المنزل او حتى التدريب. مدربين الجيم النهارده اللي انت بتروح تتدرب معاه برايفت في الجيم قال لك لا خلاص يا عم مفيش مشكله ابعت لي الفلوس عن طريق الموبايل وهنتواصل مع بعض في كونفرنس كول بالفيديو وتتمرن وانا هتمرن في البيت عندي هعمل التمرينات وانت معايا على الفيديو ونكمل. فهي الفكره. وساعات بتسجل نفسك بس هنا ده اللي هو الايه يا محمد الشكل مش بروفيشنال مش محترف. الكارثه اللي عند الجزء المحترف ان انت النهارده ما تمشيش على التعليمات اللي خدتها المدرب بتاعك. هو ده بقى الاساس، خطوره ده لو انت بتعمله من غير مخطط احمال. بالظبط، ان انت النهارده تتدرب مع نفسك باسلوبك بطريقتك او بايه بالذكاء. انا فاكر كنت دايما بعمل الضغط بعد البلانك او اعمل البلانك اللي هو ان انا اثبت بعد الضغط. اوكي دي حاجات بسيطه، لكن لو انت بقى النهارده عملت حاجه المفروض ما تتعملش بعد حاجه، يعني مثلا ما ينفعش تعمل مثلا يعني ما ينفعش تعمل بلانك انك تثبت على كل اعضاء جسمك بعد ما انت عامل ضغط كتير قوي. يعني انت ممكن النهارده لو واحد جسمك ما يستحملش ده ممكن النهارده تصاب، ممكن يجيلك شد صح في السمانه او في فخذك.
ففي بعض النهارده السيكونس لازم ترجع للمدرب، دي شغلانته، دي الحاجه اللي هو بيقبض عليها، انا ما اقدرش اعملها من نفسي حتى لو قعدت اتدرب فيها 5 سنين. طب هل عملت تقرير استقصائي كده او عملت تحقيق في فكره الانديه المصريه بتتعامل ازاي مع الملف ده؟ بتضحك؟ لا ايه، رحت للموضوع ده ولا لسه؟ لا ما طبعا كلنا ما اكيد طبعا احنا شغلنا اكيد اكتشفت طبعا اكتشفت حاجات ولا ما هو ما فيش احنا انتزام انا اكتشفت حاجات بصراحه مفاجاه. ايه بقى؟ يعني لو في لعيب تعرض لاصابه نتيجه كان في البيت او بيلعب خماسي، لا انا اكتشفت ان في اصلا ناس بدون ذكر انديه يعني في ناس نزلت لعبت ماتشات خماسي ونزلت لعبت ماتشات قدام البيت في الشارع ما بص الوضع يبقى صعب جدا لما يجوا يستانا في النشاط واللعيبه تنزل للتدريبات هتتفاجئ بحاجات غريبه. هو كده او كده احنا اتفقنا وكل الناس اتفقت، مش احنا بس عندنا يعني، هو طبعا بره مستويات اللعيبه افضل مننا، الاكسجين بره افضل مننا، حتى الامور الصحيه عندهم افضل، أفضل. يعني اللعيبه الجري معدل الجري في اوروبا اعلى من عندنا، عدد الكيلومترات اللي بيقطعها اللعيب في الماتش هناك اعلى من عندنا، ضعف فرقه ممكن تكون عندنا في مصر. تخيل بره هم قالوا طبعا لما هنرجع ان شاء الله نرجع، بس محدش ينتظر نفس المستوى الفني اللي انت كنت شايفه طبعًا. في نص الموسم ده انساه، صح، احنا بس مهم بنلعب، ده حتى ممكن اللعيبه معلش يعني واحد يبقى راح انفراد والتاني جنبه يقول لك لا يا عم خلاص سيبه مش انا مش قادر. ده كان في اطار بقى بص يعني ده عدد من لاعبي الاهلي، نبدا بكهرباء عارف انت، بس ده في اطار التوعيه او هو التحدي للنظافه، بعد كده رمضان صبحي جزء برضو من دي كانت تحديات، ده كان تحدي ازاي النهارده تنطط البكر بتاع المدين. اوكي دي حاجات لطيفه جدا وطبعا بتساعد ان اتعرف الناس، دايما حاول تستخدم الجل كهرباء مفتقد اللعبه دي في ملعب التتش مع الكابتن سيد اكيد طبعا عملها في البيت فكل الحاجات دي مقبوله وكل الحاجات دي لطيفه وظريفه وكمان بتخلي الناس كمان روحها المعنويه ترتفع. لكن انا بتكلم بقى محمد على النقطه الخطيره، التدريبات، انك تصور نفسك بتدريب عنيف بالظبط عشان تثبت ان انت قوي او تثبت او دخلت في تحدي فبتعلي على زميلك، لا نوعيه التحديات دي اللي خطر. واضح انك اكتشفت عدد كبير دي اللي خطره جدا صح؟ لا هي كلها بتتم بشكل فردي طبعا ما شفتش اي النهارده فريق، احنا ما سمعناش مفيش ولا حتى بيان طلع ان في حد خد باله ان هو خد يا جماعه السيستم ده امشوا عليه او النهارده انا شفتها في الاهلي نعم وشفتها في حرس الحدود نعم برضو مش هقدر اقول كل الانديه لان انا سالت أي. بس لقيتها في الاهلي ولقيتها في حرس الحدود ولقيتها في المقاولين العرب، ما اعرفش وضع الباقي ماشي ازاي، بس وانت بتبعت برضو في اللي بيلتزم في اللي بيلتزمش طبعا مهم جدا الموضوع هيبقى مكشوف قوي بقى لما الناس تنزل بالظبط وعشان كده بايرن عمل ايه؟ ما هي نقطه، بايرن بص على الوضع في البلد ولحد ما المانيا بتحاول ان هي طبعا ما توصلش للنقطه اكثر الدول الاوروبيه اللي قادره تسيطر شويه طبعا حتى جهاز التنفس الصناعي في المانيا موجوده بنسبه اكبر من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا طبعا فالانديه الالمانيه لما لقت الوضع كده قال خلاص نرجع نتدرب ونحافظ على المسافات ومش كل التمرينات هنعملها احنا بس على قد ما نقدر، انا مش قادر استحمل ان اللعيبه تقعد في البيت ما خلي بالك اللعيبه دول يا محمد استثمارات الانديه طبعا استثمارات الانديه النهارده لو الوضع خلص ورجع لي من القائمه من 30 5 او 10 مصابين كارثة. مره واحده كارثه فلازم اعالجهم ما دي تكلفه ميزانيات تكلفه لو مره يعني لو 10 لعيبه جوا لي مره واحده قالوا لي احنا مصابين بسبب التمرينات اللي احنا عملناها مع نفسنا في البيت ما انا النهارده هبدا ادفع لكل واحد مبلغ وقدره وغيابهم مؤثر من الناحيه الفنيه فهي دي الفكره فهو قال لك ايه لا اوكي احنا نحاول قد ما نقدر نرجع اللعيبه عشان يبقوا تحت اشرافنا صح انا شايفك وحتى لو انت رجعت وقعدت معايا في معسكر 10 ايام اللعيبه هتفرح دلوقتي ليه؟ انه عنده ملل هو زهق من قعده البيت بعد ما كان بيزهق من المعسكر برافو عليك فالنهارده لما تيجي تقول له تعالى معسكر واقعد معايا حتى في المعسكر ده جاي. شهر يا باشا انا جاي لك انا جاي لك حالا ما عنديش مشكله بالظبط هي الفكره ببساطه هي فعلا الموضوع محتاج تخطيط محتاج تنظيم يومي انت صعب جدا في الوقت الحالي تحط خطه طويله لا انت عايز تمشي اليوم بيومه حسب الظرف اللي عند كل بلد حتى احنا بصراحه ما عندناش يعني تشابه كبير هتلاقي ايطاليا لوحدها جوه الاتحاد الاوروبي نفسه ايطاليا لوحدها اسبانيا لها ظروف المانيا لها ظروف انجلترا ليها ظروف كل واحد ماشي على الظروف ده تمرين لجيرالدو في الحديقه كده ده جيرالدو لاعب النادي الاهلي طبعا كل ما دام في تمرينات ميه وعمل بلانك بالسايد واضح جدا برضو ان في تعليمات اكيد متقاله أكيد طبعا وهي دي اهم حاجه لازم نقطه نقولها للعيبه بتاعتنا في مصر النبي يا جماعه تحديات الانستجرام
الزايدة على اللزوم في القوة بلاش، سيبوها لنا احنا. لا بلاش تمام. بلاش والله بجد، عشان ما تدفعش ثمن اكيد اكبر من اللي احنا بنحاول نخلص منه من كره. كريم انا بشكرك لان احنا فتحنا في هذه الفقره ثلاث محاور وقدر الامكان حاولنا نقدم معلومه للناس، فبشكرك طبعا. بجد على كم المعلومات اللي معاك، وان شاء الله وبشكر الاخراج كمان على كم الصور والفيديوهات اللي كانت موجوده معانا جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيح الغمه دي قريب يا رب. باذن الله نتمنى الحلقه الجايه نبقى بنتكلم على الكوره بشكل تحليلي اكبر، ونتكلم على ماتش بريفيو ماتش يا رب. متفائل انا متفائل متفائل جدا باذن الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله ودايما كده تكون معانا، ونحاول نقدم كده حاجه مختلفه لان احنا دايما بنبقى سابقين اللي احنا بنتكلم، الناس اللي بتتكلم فيه النهارده احنا اتكلمنا فيه من شهر الحمد لله ان شاء الله. فاكر الالعاب الالكترونيه والخسائر الماليه والازمات الاقتصاديه باذن الله ان شاء الله، فترات القيد دي كمان موضوعات هنفتحها الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكتفي بهذا القدر من الفقره الحواريه الثانيه مع الزميل العزيز الاستاذ كريم سعيد، ونذهب بعد هذا الفاصل الى الفقره الحواريه الثالثه، فقره لها علاقه بفتح كتاب التاريخ وصفحات التاريخ، والعنوان الرئيسي والأساسي بالنسبة لنا رد اعتبار تاريخ النادي الأهلي. فقرة مهمة جدا كل يوم ثلاثة انتظروها، وبالتأكيد بعد الفاصل هينورني الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى، وكلام مهم جدا عن تأسيس النادي الأهلي ومؤسسي النادي الأهلي خلال الفترات السابقة بدءا من 1907. والنهاردة عندنا صور وفيديوهات وموضوعات أتمنى بإذن الله تكون حاجة مشيقة وشيقة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله في حلقه يوم الثلاث، وزي ما انتم متعودين معانا في هذه الحلقه كل اسبوع بنفتح صفحات تاريخ النادي الاهلي، بنستعرض تاريخ ورموز ومؤسسي النادي الاهلي عبر الزمن. وبالتاكيد خلال الفتره الاخيره الماضيه كانت في ردود فعل الحمد لله ايجابيه عن الحلقات السابقه، ومستمرين في نفس الفكره وفي نفس الاطار لان عنواننا الاساسي رد اعتبار تاريخ النادي الاهلي ومعرفه الاجيال الجديده بصفحات تاريخ النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. لذلك في هذه الفقرة برحب باثنين من الضيوف الثابتين معنا والمهمين اللي بيأرخوا تاريخ النادي الأهلي وبيتحدثوا عن هذا الجزء مع كل جماهيرنا في كل مكان. أبدأ بتأكيد بالأستاذ سعيد وهبة. أستاذ سعيد برحب بيك، نور الدنيا. أهلا بيك، أشكرك محمد. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد مصطفى أهلا بيك ونور الدنيا. أهلا بيك والأستاذ سعيد طبعا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طيب إحنا بنتكلم في جزء مهم جدا، وبنتكلم في سلسلة حلقات لتاريخ النادي الاهلي، وطبعا ان شاء الله احنا يعني بنستعد الفتره الجايه ممكن نوصل ل 100 حلقه او 200 حلقه في هذا الموضوع، لان فيما هو مشابه لفكره الفيلم الوثائقي او الفيلم التسجيلي اللي احنا بنأسس فيه او بنرسخ فيه تاريخ النادي الاهلي، ودايما بنستفيد عن التأسيس تحديدا وبنتحدث عن التأسيس بنسبه كبيره. التأسيس ده جزء من التاريخ وبدايه التاريخ في النادي الاهلي يا استاذ سعيد. ده اكيد طبعا مرحله التاسيس دي احنا يعني اتكلمنا عليها كتير او بنتكلم عليها كتير، لان هي دي يعني اهم اللي دي القاعده اللي اتبنى عليها النادي الاهلي، ويعني على مدار يعني قرن من اكتر من قرن من الزمان. فدايما لما بتيجي تتكلم عن اي مؤسسه بتشوف مين المؤسسين، لان هم دول اللي صنعوا الحقيقه اللي حطوا حجر الاساس لهذا التاريخ الشامخ او هذا البنيان العظيم او هذه القلعه الكبيره يعني. وبالتالي احنا مهم جدا مرحله التاسيس تشوف اتعملت ازاي ومناخها ايه والظروف المحيطه بها ايه والسياق التاريخي كان شكله ايه، عشان نعرف قيمه هؤلاء الرجال يعني العظماء الذين بنوا هذه القلعه العظيمه يعني. وزي ما قلنا قبل كده يعني التاريخ ده هو كنز او ثروه بتاعت أي مؤسسة، وهو العمق الاستراتيجي لبناء المجد أو لصناعة مجد في الحاضر والمستقبل. أكيد. طيب أستاذ محمد، احنا بنتكلم في التاريخ وبنتكلم في صفحات التاريخ وتأسيس النادي منذ عام 1907 وكمان اتأسس إزاي وتأسس ليه، لكن دايما واحنا بنفتح الصفحات وبنشوف الذكريات بنحس إن التاريخ أو الجزئيات دي مش موثقة بنسبة 100%. ليه لم توثق ولم تذكر بنسبه صحيحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكلام الاستاذ سعيد في نص دقيقه، هو طبعا لما تيجي تتكلم عن كيان زي النادي الاهلي او اي كيان في الدنيا، اول سنه في تاريخ الكيان هي السنه اللي اسست
لكيان ونظم ونظام مؤسسي استمر لغايه النهارده. فمن الطبيعي ان احنا نستفيد في السنه الاولى تحديدا. احنا ممكن بعد كده تلاقي الامور جريت شويه، لكن السنه الاولى هي اللي فيها النظام اللي انت قاعد عليه بقالك 113 سنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هي في اشكاليه في تاريخ الاهلي او تاريخ الانديه تحديدا يعني في مصر، انك انت يمكن ما طلعش في تاريخ الاهلي في خلال لغايه مثلا التسعينات، يعتبر كام سنه؟ 90 سنه مثلا، ما طلعش غير كتابين في 90 سنه، كتاب اللي هو سنه 22 سنه 32 في اليوبيل الفضل للنادي الاهلي واللي طلعنا نادي الاهلي، وكتاب تاني في حدود 67 كان 60 سنه على تاسيس النادي الاهلي، ولكن كلها ما دخلتش في تفاصيل، ما دخلتش في، لم تقرا التاريخ كما قراه. وانه ده بحي الاستاذ حسن المسكاوي، ليه بقى؟ ان جات له، اتيحت له فرصه منحها له الراحل صالح سليم في انه طلب منه يكتب تاريخ الاهلي في حوالي 94 او 95، واعطاه فرصه دخول حجره مجلس الاداره وقراءه المحاضر. هنا اتفتحت افاق ثانيه مختلفه. تمام. وبالتالي بدات انا بدات اشوف ان اول قراءه جيده او شايفها اكتر من جيده لتاريخ الاهلي هي قراءه الاستاذ حسن المستكاوي. وانا اعتقد برضو، خلي بالك ان انت الاستاذ حسن عمل نسخه ثانيه من كتابه، النسخه الثانيه فيها اختلافات كتير قوي عن النسخه الاولانيه، لانه وجد بعض الوثائق اللي هي لم تكن مكتشفه. احنا النهارده واحنا بنتكلم في حاجات لم تكتشف سنه في التسعينات، واعتقد بعد سنين لو حد ظهر وثائق ثانيه هتكون، لان ممكن وثيقه واحده تخليك تقرا حقبه كامله باسلوب مختلف خالص عن اللي احنا قرناه دلوقتي، او عن اللي قراه الاستاذ حسن، وهكذا. علشان كده احنا برضو خلي بالك في نقطه، ظهور الانترنت والسوشيال ميديا والتلفزيون بتوسعه بقنوات كتيره جدا، ادى فرصه انك انت تقدر توصل التاريخ اسرع من زمان. دي حاجه مختلفه. وبالتالي اعتقد ان تاريخ الاهلي بيبدا، او تاريخ الانديه كمان عموما وتاريخ الرياضه كمان في مصر، بيبدا ياخد حق ما كانش موجود ل 100 سنه فاتت. انت اسمح لي، يعني انت تاريخ الاهلي زي ما بيقول محمد جزء مهم جدا من تاريخ الحركه الرياضيه المصريه. الاهلي مؤسس مهم جدا للحركه الرياضيه المصريه. بمناسبه التاريخ، انا كنت مره قاعد في مكتب العميد علي انديل، كان مدير عام النادي الاهلي، فاستاذن وخرج شويه كده، وبعدين تليفون رن جنبي، فانا رفعت سمعت التليفون، مين حضرتك؟ قال لي لو جاء تليفون رد عليه. مين حضرتك؟ فقال لي انا يوسف ادريس. قلت له اهلا، ازيك يا دكتور؟ ده مش عارف. قال لي لا لا لا، بلاش حكايه الدكتور دي. قلت له ليه؟ قال لي دكتور ده ما فيه 20,000 دكتور في مصر، بس ما فيش الا يوسف ادريس واحد. واحد بس. قلت له طيب انا يعني ده كويس جدا، انا عرفت ان حضرتك اهلاوي. قال لي اصل انا، قلت له عايز ايه؟ فقال لي انا بسال على الكارنيهات بتاعتي وبتاعت ولادي، لان دي مساله مهمه. قلت له انا اول مره اعرف انك اهلاوي. قال لي لا، ده انا اهلاوي عتيد، بس ماليش قوي في الكوره، لكن ليا في مصر. فانا وقفت الحكايه دي. قلت له خير؟ قال لي لا، اصل انت ما تعرفش النادي الاهلي ده يا ابني، ده هو ده روح مصر، وهو ده تاريخ مصر. ارجع اقرا تاريخ الحركه الوطنيه وانت تعرف تاريخ النادي الاهلي. انا ايام ما كنتش واعي للحكايه دي قوي، انما كان كلامه ليه قيمه لسه بيرن في دماغي زي ما كنت دلوقتي بالظبط. فدي بمناسبه تاريخ الاهلي. فانت تاريخ الاهلي ده تاريخ، يعني تاريخ عظيم ومجيد، وانت عندك كنز، بس احنا مش مهتمين بيه. يعني زي ما يكون عندك كنز كبير جدا بس انت ما شفتوش كويس، او مش عارف قيمته كويس، او ما وزنتوش كويس. احنا في يعني في الحلقات دي احنا بنعيد الاعتبار لهذا التاريخ، وفي رموز كتير جدا حقيقه طمست او طمسها التاريخ وما خدتش حقها ولا حجمها المناسب من الاعلام او من التاريخ. يعني في ناس كتير جدا تعمل لهم تماثيل. تمام. في تاريخ النادي الاهلي. تمام. من شيوخك اكتسبنا مجدنا. شوف 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 شوف
انت دايما 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 في الامام. في قصه وحكايه. هو قبل ما نخش على اول شخصيه في حكايه خاصه بالاغنيه ديت، لان دي اللي كان دايما بيوزع قبل هنا اتنين منها بس. وبعدين اكتشفت في يوم من الايام في منتدى اعتقد اسمه سماعي، منتدى بتاع اغاني وكده، الاغنيه بالاربع كوبليهات اللي هم موجودين حاليا طبعا في القناه يعني. فبعدها على طول برضو كانت قصه زين النوادي بنفس الطريقه في نفس المكان، اكتشفت ان في اغنيه زين النوادي وكانوا بيغنوها على اعتبار انها للاهلي السعودي يعني من عطل. فسمعت الكلمات بتاعتها لقيت انها كلها بتتكلم عن النادي الاهلي معمول سنه 57، بيقول 50 عاما. لا الاغنيه دي بتاعت النادي الاهلي. فدي كانت من الحاجات اللي انت لما بتقلب في التاريخ النشيد الكامل للاهلي وزين النوادي. زين النوادي الكلمات بتاعتها بالكامل موجوده في قاعه مجلس الاداره. مجلس الاداره في النادي الاهلي على فكره. طيب احنا هنبدا، احنا عندنا مؤسسين كتير للنادي وفي مساهمين كبار. احنا هنعمل حاجه ان احنا في شخصيات هناخدها النهارده. طيب. سريعا هناخد الشخصيات لان انت قلت كان في اربع فقرات، اربع كوبليه. مظبوط. طيب تيجي نكمل؟ كمل. نكمل. طيب من شيوخك اكتسبنا مجدنا. استاذ سعيد، كلمات مؤثره وفتح صفحات التاريخ من خلال هذا النشيد. هي فعلا يعني نشيد معبر عن الكلام اللي احنا بنقوله، يعني مناسب قوي الكلام اللي احنا بنقوله. فانا بقول لك ان تاريخ النادي الاهلي تاريخ يعني مجيد. وفي يعني شخصيات يعني ممكن اعد لك مثلا 250 300 شخصيه يستحقوا تماثيل، يتعمل لهم تماثيل يعني. غير المؤسسين دول، المؤسسين دول كانوا طبعا حاجه عظيمه جدا، هنبدا نتكلم عليهم. لكن في التاريخ بقى هتبص لك في شخصيات، يعني مثلا في واحد، في المهندس عبد المنعم وهبي، ده حاجه يعني حاجه عظيمه جدا، شخصيه عظيمه جدا. ده اللي اسس كره السله في النادي الاهلي، وده اللي اسس كره السله في افريقيا، وكان وده اللي حكم اهم ماتش في تاريخ كره السله في الاولمبيك جيمز سنه 1982 في هلسنكي بين روسيا وامريكا، لما كان الماتش بتاعهم ده حاجه جباره جدا. 52. وبعدين ده اول رئيس مصري لواحد من اكبر خمس اتحادات في العالم، رئيس اتحاد دولي كره السله. خلي بالك مصر فين في كره السله بالنسبه لروسيا وامريكا وبتاع. فلما يتاخد واحد من النادي الاهلي من مصر وابن من ابناء النادي الاهلي في المنصب ده، كان فايس بريزيدنت نائب رئيس وبعدين رئيس دورتين 68 لغايه 76، ده منصب جبار جدا. عبد المنعم وهبي ده دخل في قائمه العظماء او في قائمه في تاريخ كره السله في صال قاعة العظماء، ليه صورة مع عظماء كرة السلة في التاريخ، هو وابن النادي الأهلي برضو عبد العظيم العاشري، دول الاثنين مؤسسين السلة في النادي الأهلي. وده كان رئيس اللجنة الأولمبية في وقت من الأوقات من 72 ل 74، وأنا قعدت معاه كتير في حديقة النادي الأهلي وسمعت منه كلام كتير. في بطلة اسمها مثلا يعني اسمها فاتن عفيفي، سباحة،
السباحه الوحيده اللي واخده يعني 7 جولد ميدلز في بطوله افريقيا في لاجوس 73، ما حدش بيسمع عنها حاجه. 7 ذهب، لما تشين جولد خدت 7 ذهب في الاستراليه، سباحة الاستراليه في دوره ميونخ 72، الدنيا اتقلبت. هنا 7 ذهب. في بقى زي فاتن عفيفي دي سباحات وبطلات عظيمات جدا، وفي ابطال كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي، لكن الحقيقه التاريخ اغفلهم واحنا اغفلناهم، واحنا مقصرين كاعلام ان احنا ما القناش الضوء عليهم عشان نديهم كنموذج كرول موديل كايديالز للاجيال الجديده. هي المساحه مخصصه خلاص بقى لفتح الصفحات بشكل مختلف الفتره الجايه. واعتقد النشيد تم عرضه بالكامل، هو كذا كوبليه حقيقة. تمام. طيب نبدا باب الحديث عن المؤسسين، نبدا باول شخصيه. انا ابدا قبل ما ابدا في اول شخصيه يهمنا اقول احنا عندنا طبعا كتير من المؤسسين وكتير من المساهمين، كبار المساهمين. تمام. في مساهمين، في مؤسسين هنتكلم عنهم دلوقتي، وفي مؤسسين هنسيبهم لوقتهم لان هيجوا في الرؤساء لما نبقى نتكلم بقى في كل مرحله. فتره الرؤساء، فتره الرؤساء. تمام. يعني نبدا باول حاجه امين سامي باشا. نبدا بامين سامي باشا. هو زي ما يقول تاريخه، هو مولود سنه 1875، ابن الشيخ محمد حسن البرادعي من قريه البرادع مركز قناطر الخيريه اليوبيه. اتخرج في المهندس خانه 1874، كانت مدرسه ايامها قبل ما تبقى الكليه. اشتغل مدرس وناظر واهتم كتير جدا جدا بالتعليم، ودخل في سكه التعليم ونسي الهندسه. صورته معانا على الشاشه اهي طبعا. امين سامي باشا. نسي الهندسه واهتم تماما بالتعليم، ومشي في سكه التعليم، واصبح مدير لمدرسه المنصوره او ناظر في الوقت ده زي ما كانوا بيسموه، وبعدين تولى. لا مدرسه معلش، المنصوره بعدين المصريه. ما مسك المنصوره وبعدين جه على المصريه. اللي هي كانت بعد كده المبتدئين. 25 سنه بالظبط. بالظبط كده. وبعدين مسك تولى نظاره مدرسه دار العلوم او كليه دار العلوم. وكان الرئيس العاشر ليها. الراجل دوت قعد 15 سنه، هي دي اكبر فتره لناظر مدرسه العلوم في تاريخ دار العلوم. من الحاجات العظيمه اللي عملها طبعا هنتكلم عليها كتاب تقويم النيل، ده كتاب تاريخي اللي كان الصوره اللي قدامنا على الشاشه، واختير بعد كده بمجلس الشيوخ واصبح عضو فيه، وتوفى سنه 1941. هو اللي واضع ده تقويم النيل امين سامي باشا، ده الجزء الثاني. هو ده يعني هتلاحظ الثاني والثالث. هتلاحظ بقى ان هو ايه، في ناس منهم من المؤسسين يعني او معظمهم اهتموا درسوا القانون او العلوم السياسيه او اهتموا بالتاريخ. ده واحد من اللي اهتموا بالتاريخ، امين سامي باشا ده. والكتاب اللي هو بتاع تاريخ مصر اللي عمله ده بيعتبر من اهم المراجع في تاريخ مصر. السند ليه مثلا احمد حسين في كتابه موسوعه تاريخ مصر، السند ليه لكتابه ده في توثيق بعض المسائل، زي ما السند للجبرتي، زي ما السند للمقريزي، زي ما السند. فلقيت انا لقيت اسمه يعني جه كتير جدا في كتاب موسوعه تاريخ مصر، فعرفت اهميته التاريخيه. فقريت ان هو كان بيقولوه شيخ المؤرخين في يعني انا ذاك، فانت شخصيه عظيمه جدا. الكتاب اللي عمله ده من 6 اجزاء، يا واحد اهتم بيه جدا، وعمل موسوعه كبيره جدا اعتبرت مرجع للمؤرخين اللي جم بعديه، اللي زي يعني زي الرافعي وزي احمد حسين وزي محمد شفيق غربال، اللي هو يعتبر يعني واحد من اعظم المؤرخين في القرن العشرين. فدي قيمته يعني. هو احد شيوخ المؤرخين، هو احد مؤسسي النادي الاهلي. مؤسس النادي الاهلي واحد شيوخ المؤرخين، وكان في وقت رئيس لجنه التاريخ في النادي الاهلي. تمام. يعني كان في لجنه كانوا عملوها، كان اسمها لجنه التوثيق. التوثيق. فده شخصيه مهمه جدا. وبعدين ده كان بيهتم بالبحوث العلميه. وبعدين هو اللي صمم شعار النادي الاهلي واختار اسمه اللي هو ناشونال، والاسم هنا مقصود ان هو ناشونال ده يعني الوطني او القومي. الاسم ليه دلاله. الاسم ليه دلاله مهمه جدا، اختار الاسم ده. فالاختيار اسم كان من عنده يعني. وبعدين ده الراجل ده برضو كان مؤسسين لسهم، ودفع فلوس كتير، دفع يعني
اشترى 15 سهم في مرحله التاسيس ب 75 جنيه وده كان رقم كبير جدا. رقم كبير. رقم كبير لو عرفنا ان مثلا ميزانيه مصر كلها في الوقت ده كانت 14 مليون جنيه. ويعني فتعرف حجم الرقم ده في الوقت ده اللي هتكلمنا فيه عليه فيه ان كان البريطانيين والحركه الوطنيه كان مصر بتدفع ثمن الاحتلال. يعني كانت مصر محتله بتدفع ثمن الاحتلال. كانت مصر بتدفع كل سنه 85 الف جنيه وده كان رقم مهول لجيش الاحتلال البريطاني. وكان تعداده 3000 لما زودوا التعداد طلبوا زياده الميزانيه ل 141 الف جنيه. وده رقم مهول جدا وللاسف يعني كانت الجمعيه الوطنيه تعترض اللي هو كان البرلمان يعني يعترض لكن هم ينفذوا غصب عننا بيحتلونا بفلوسنا. فانت في المناخ ده طلع يعني النادي الاهلي في الظرف ده ياسس لحاجه جديده ودول رموز وابطاله العظماء اللي كانوا بعد كده فيما بعد هنعرف فيما بعد كان لهم دور كبير جدا في الحياه السياسيه في مصر السياسية كانوا من نجوم المجتمع. اساطير بصراحه لما يكون احد المؤسسين او احد المؤرخين هو من مؤسسين النادي الاهلي ده حاجه عظيمه جدا. قبل ما ثانيه واحده بس المؤسسين دول كلهم ليهم شوارع مهمه في مصر باساميهم. يعني ده في شارع مهم جدا في وسط القاهره من القصر العيني للسيده زينب وبيمر على سعد زغلول في تقاطع يعني في حتى وده المكان اللي كان فيه دار العلوم القديمه اللي كان فيه دار العلوم القديمه واخد بالك. هنبص نلاقي بقى برضه في بعد كده في بعد كده اللي هو سري اسمه اسماعيل سري باشا ليه برضه شارعين شارع في القاهره وشارع في اسكندريه. امين باشا رشدي في شارع في المهم جدا في ميدان الساحه في عابدين وطبعا في دار العلوم القديمه دار العلوم القديمه وفي شارعين طبعا باسم عبد الخالق ثروت الاكبر شوارع القاهره الكبيره وسط القاهره عبد الخالق ثروت وطلعت حرب باشا والشارعين بيتقاطعوا مع بعض وهذه يعني قصه اخرى لا مش قصه اخرى لا دي مفارقه تاريخيه مفارقه يعني تاريخيه الاثنين يعني بس جت عن قصد او بدون قصد لا بدون قصد بدون طبعا قصد. بس هو كل اللي اسسوا النادي الاهلي لهم شوارع حتى عمر لطفي باشا وده بقى الشكل الحديث عمر لطفي بيه ليه شارع برضه مهم جدا في امبابه كلهم يعني ليهم شوارع انا مش هقول مؤسسين انا هقول اساطير لا هم بصراحه الحقيقه طيب اسماعيل سري باشا طيب لما نتكلم على اسماعيل سري باشا هو طبعا من مواليد المنيا 1861 وخد تعليمه الاولاني كله في المنيا وبعدين سافر فرنسا وتخرج من فرنسا وخد البكالوريوس في فرنسا 1800 صورته معانا على الشاشه اهو بالظبط بعد كده سافر انجلترا لدراسه هندسه المواني تمام ورجع فرنسا درس هندسه ميكانيكيه بس شوف واشتغل في السكه الحديد 1884 فين؟ في فرنسا اشتغل فيها لما رجع مصر بعد الصور ايه حتى الفترات ديت لا دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه لسه ما وصلناهاش تمام بعد كده هو جه اشتغل مهندس مساعد في القناطر الخيريه وتقلد بقى منظر نظر الاشغال العموميه والحربيه في عده وزارات يعني تقلد منصب وزاره كتير يعني يمكن مثلا من سنه 1908 لغايه 1926 وهو بياخد مناصب وزاريه مختلفه يعني تمام لكن كانت اهم حاجات وكان طبعا عضو مجلس الشيوخ اهم حاجات عملها سد اسوان اللي عرضنا صوره من شويه تعليه سد اسوان هو كان اتعمل صغير وبعدين اتعلى هو ده سد اسوان قدامنا تمام دي كانت على فكره في التعليه اتعلى سد اسوان قبل طبعا ما نفكر في السد العالي في الخمسينات يعني وعمل مشروع سد الاوليه في السودان ودي من السدود اللي هي كانت افادت مصر في ان بدل مياه النيل في السودان تحديدا مطروح في فروع كتيره جدا جدا بتتلم كلها في فرع بحيث انها ايه لا تهدر المياه كثيرا يعني وزي ما قلنا قبل كده ان مصر في الفتره دي كان اهم وظيفتين فيها المحامي والمهندس الري المحامي ومهندس الري طبعا محامي عشان خاطر قضايا المحاكم المختلطه وطبعا لقت في امير الدكاتره وفي مدرسين وكل كده امين سامي باشا كان رائد من رواد التعليم خلي بالك تعليم في مصر لغايه الاربعينات لكن لا اقصد اقول كانت الاهم دول اثنين المحامي ومهندس الري بلد زراعي ومحامين ضد المحاكم المختلطه طبيعه العصر وقتها فدي قصه وفي حاجه بقى كمان اسماعيل سري باشا انه كان رئيس المجمع العلمي رئيس المجمع العلمي اللي اسس مع الحمله الفرنسيه
1798. يبقى ده جزء من شغل هندسي أو شغل تعليمي لبعض المؤسسين اللي كانوا جزء من تاريخ مصر بيتساوى بنفس الجزء مع تاريخ النادي الأهلي وتأسيس النادي الأهلي. على فكرة أمين سامي باشا ياخد نشان الخدمة الطويلة في النادي الأهلي، عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي لغاية سنة 1939 أمين سامي. بالنسبة لإسماعيل سري، لا أمين سامي ده الأولاني. يعني ياخد نشان الخدمة الطويلة في إدارة النادي الأهلي من 1907. لا قعد، لا مش قعد، فترات متقطعة بس آخرها 1939. انت عندك اسماعيل سري ده برضه كان حكايه كبيره جدا زي ما قال محمد، يعني هو عمل انجازات كبيره جدا في مجال الري، والري عندنا والزراعه كانت مساله مهمه جدا، واقامه مشروعات على النيل دي كانت حاجه اساسيه جدا، وعمل كمان خزانين واحد على النيل الابيض واحد على النيل الازرق، ففي انجازات كبيره جدا. وبعدين هتبص ايه كلهم يعني عندهم يعني عند وطنيين، لان طالعين مناخ وطني، وهنشوفهم بعد كده نجوم يعني كبير. يعني ده مثلا هذا الرجل استقال سنة 1920 ليه؟ وطلب، كان في لجنة اسمها اللجنة دي كان مهمتها تدرس المشروعات الكبرى على النيل. اللجنة دي كان كلها أجانب، إنجليز وفرنساويين وبلجيك وكلام من ده، فهو طلب من السلطات البريطانيه ان هو يرشح عضو مصري فيها، في يبقى احد اعضاء ده عشان مصالح البلد، فقالوا له لا، فقال لهم السلام عليكم، وقدم استقالته من الوزاره سنه 1920. وده موقف وطني مهم جدا. هتقول لي واحد هيقول لي طب ما يقدم استقالته يعني هو ده هيزعل الانجليز في، لا كان بيعمل المواقف دي كانت بتتقلب على المعتمد البريطاني في مصر، لان في مطروح بريطانيا ده في قلقل في مصر، في مشكله في مصر، فممكن يفوروه او يطيروه زي ما عملوا مع اللورد كرومر بعد حس الدين شوي. هو كان استخدم يعني اداه سياسيه، الاستقاله دي كانت موقف وطني رائع جدا، بعد كده فعلا يعني رضخوا لمطالبه. فده موقف من المواقف، المواقف اللي بتتكلم على مبدا، مبدا ناس مبدئين عندها مبدا وطني، وده اللي رسخ فكره المبدا والقيمه والقيم اللي موجوده في الاهلي حتى منذ 1907. بالظبط كده. وبعدين هو كمان عنده عمل كتاب او اشرف على اصدار كتاب اسمه ضبط النيل، وده بيعتبره علماء الري وكده من المراجع المهمه جدا في ذلك الوقت، بيسعين وبيه لغايه دلوقتي، بيتكلم عن يعني عن النيل والمشروعات اللي على النيل واهميه النيل وازاي تطوير النيل وحاجات زي كده. يعني برضه هتبص ايه كلهم ليهم مواقف يعني، لا مش ليهم مواقف بس، هو ليهم مواهب في كذا اتجاه. يعني بص المهندس وبعدين مؤرخ وبعدين بيشتغل في كذا كذا، هتلاقي مواهب متعدده، فهم شخصيات يعني متعدده المواهب، وطنيه بامتياز، يعني في وطنيه بامتياز، في تعدد مواهب، في طبعا كانوا من لانهم كانوا من رموز الانتليجنسيا في الوقت ده، اللي هي النخبه الثقافيه في الوقت ده. فاحنا عندنا فعلا دول شخصيات مهمه جدا وتاريخيه جدا، جزء من تاريخ النادي الاهلي، النخبه الثقافيه والنخبه السياسيه في تاريخ مصر في توقيت كان مهم جدا وحساس. ولو تشوف المعلومات اللي بتتقال، طبعا جزء من تاريخ النادي الاهلي القيم والمبادئ اترسخت منذ تأسيس النادي الأهلي عام 1907 من هذه الشخصيات العظيمة اللي كان لها قرارات تاريخية أيضا كمان مع البلد. أنا عايز أقول لك قبل ما أنسى بعد إذنك محمد، ابنه اسمه حسين سري باشا برضه، كان أهلاوي طبعا قوي جدا، إنما كان ده ترأس الوزارة برضه أكتر من مرة. فهتبص تلاقي دول فيهم اثنين كمان مؤسسين، فيهم اثنين بقوا رؤساء وزارة، يعني رؤساء وزارة، ومعظمهم كانوا وزراء، فهم اشتركوا في صناعة تاريخ مصر فترة من أحرج وأهم الفترات في تاريخ مصر. تمام. طيب أستاذ محمد، بنتكلم على بقى مؤسس آخر، محمد محمود باشا. لا، محمد محمود باشا يمكن من الناس اللي لها تاريخ سياسي أكتر منه تاريخ في الحركة الاجتماعية والسياسية والقانونية والتعليمية والكلام ده. محمد محمود باشا من أسيوط، من الصعيد، وبعدين هو في وقت من الاوقات تولى، نتكلم اول عن تعليمه. طيب عشان خاطر هو من اسره من مركز ساحل سليم في صورته معانا على الشاشه اهو بالظبط.
كان والده عمده لمدينه ابو تيج في اسيوط، وهو تقلد نائب مدير جرجا واسيوط. وبعدين بدا يخش في عضويه المجالس النيابيه، ده والده. وبعدين والده اصبح رئيس لحزب الامه سنه 1907. محمد محمود مواليد 1878، اتعلم في اسيوط وبعدين دخل في مدرسه توفيه في القاهره. وبعدين خد تعليمه الجامعي في جامعه اوكسفورد في انجلترا، واخد دبلومه في علم التاريخ. تمام. لما جه من انجلترا عين وكيل مفتش بوزاره الماليه، وبعدين انتقل للداخليه، واتنقل من عده وزارات، ثم سكرتير مستشار لوزير الداخليه. في الداخليه لا، دي لسه. بعد كده تعين مدير للفيوم ومحافظ لمديريه القناه. تمام. كانت القناه زمان محافظه واحده، اللي هي الاسماعيليه وبورسعيد والسويس. هنا في الصوره هو كان محافظ لمديريه القناه كلها. تمام. بعد كده راح بيتوسطهم حتى في بيتوسطهم الصورة. كان من هو ماشي ثلاث اماكن، الفيوم، القناه، البحيره. وبعد كده طبعا بدا بقى دخل في المجال السياسي وفي الاحزاب، وبدات ذروه ظهور محمد محمود باشا في الساحه المصريه مع تشكيل الوفد في ثوره 19. مش تشكيل حزب الوفد، تشكيل الوفد اللي هيطلع عشان خاطر يعرض مطالب المصريين على الانجليز. ودي قصه بقى يحكيها لنا الاستاذ سعيد. طلع منه حزب الوفد بعد كده اللي نشا وتاسس، وفكرته فكره حزب الوفد بعد كده. تمام. نشات من هذه المنطقه. انا عايز اقول ان هو الراجل ده محمد محمود ده شخصيه جدليه. اولا هو اول مصري يتخرج من جامعه اوكسفورد وتخصص تاريخ. هتبص لان زي ما قلت لك قبل كده، في ناس تاريخ دارس ده تاريخ تخصص تاريخ، وفي ناس مؤرخين، وفي قانونيين وفقهاء دستوريين زي حسين باشا رشدي هنتكلم عليه بعد كده. تمام. فهو ده شخصيه اللي ناس كتير قوي ما تعرف. والده كان محمود سلطان باشا. محمود سلطان باشا ده كانوا بيسموه كان امير الصعيد او عمده الصعيد كلها، لان كان صاحب امبراطوريه مترميه الاطراف في الصعيد كلها، فكانوا بيعتبروه حاكم الصعيد. محمد محمود ده كان في خلافاته مع سعد زغلول يقول له ما تنساش انا ابن الذي رفض حكم مصر. رفض حكم مصر امتى؟ لما مات حاكم مصر او سلطان مصر، سلطان حسين كامل، سنه 1917. الانجليز دوروا على حد يحل محله، مش عايزين يجيبوا حد من الاسره العلويه او حد ليه ارتباط بتركيا، فجابوا هذا الرجل لان ليه سطوه كبيره جدا في الصعيد، فعايزين حد يسيطر على الصعيد، فجابوا هذا الرجل اللي هو محمود سلطان باشا. كان وكيل مجلس الشورى ايامها، وكان رئيس حزب الأمة فعلا زي ما قال محمد اللي أسسه اللي هو لطفي السيد، أحمد لطفي السيد. تمام. اللي هو أول حزب ليبرالي في مصر. فهو الراجل قال لهم قال لهم طيب ماشي إن حكم مصر، بس أنا عايز أنزل للناس بحاجة، عايز أوعد الناس بحاجة. قال لهم الاستقلال ورفع الحمايه البريطانيه على مصر عشان الناس تقبلني لان انا. فقالوا له طيب نتفاوض في ده، بس انت واقف دلوقتي وبعد كده ربنا يسهل. فقال لهم لا، نكتب الكلام ده في ورق ويبقى في وعد بده ويبقى في تاريخ بده وكلام من ده. فقالوا له لا، ما نقدرش نكتب كلام ده في ورق. فقال لهم سلام عليكم، شوفوا حد غيري. فراحوا لابن حسين باشا كامل، ما رفض، كان صغير في السن. فبعد كده جابوا الامير احمد فؤاد اللي هو بس ثابت على موقفه وما غيروش، ما رضيش. ولذلك كان ابنه ده محمد محمود باشا ده كان بيفتخر بده في كل موقف، يقول انا ابن الرجل الذي رفض حكم مصر. محمد محمود باشا ما تنسوش الحكايه دي. تمام. فمحمد محمود باشا ده كمان قعد اربع مرات وزير، رئيس وزراء. هو طبعا قبل كده وزير، بس هو طبعا كان في صدام عنيف جدا بينه وبين سعد زغلول على مطالب مصر. وكان هو واحد من الناس اللي زي ما قال محمد، واحد من الناس اللي كانوا ورا فكره ثوره 19 اللي هم نصحوا. وكان رئيس، كان هو نصح، هو اللي كان احد الناصحين بفكره تمام. فكره الوفد اللي سافر وتم نفيه مع سعد زغلول. هو الرجل الثاني تقريبا في ثوره 19. طيب الشخصيه الرابعه حسين رشدي باشا. هو برضو حسين رشدي تعتبر شخصيه سياسيه
زي محمد محمود باشا. هو نجل محمد محمود ده نجل عضو اللجنه العليا لمؤسسه النادي سنه 1907. محمود حمدي والده ده كان يعتبر الرجل الثاني في محافظه القاهره وكيل الداخليه. هو اصلا من اسره البانيه، مش من اسره مصريه الاصل يعني. تمام. من مواليد 1863، اتعلم برضو اتعلم في باريس، وكان ضمن البعثه التعليميه المصريه في باريس، وحصل على لسانس حقوق ونال الدكتوراه في باريس ودراسته كلها بالكامل. وبعدين جه مصر بعد ما نال الدكتوراه، جه سنه 1892 وبدا يشتغل في الديوان الخديوي مع الخديوي عباس حلم الثاني، وبعدها اشتغل فتح مكتب محاماه وعين قاضي، وبقى اصبح مستشار في محكمه الاستئناف، وتدرج في سلك القضاء، وتولى اول منصب كبير خده كان وزير للحقانيه اللي هي تعتبر وزير العدل. العدل في وزاره بطرس غالي باشا 1908 ل 1910 اغتيل يعني. اغتيل اللي هو بطرس غالي باشا يعني. وبعد كده تولى منصب وزير خارجيه ورجع تاني للحقانيه، وتولى رئاسه مجلس الوزراء 1914 ومره تانية يعني شكل وزاره ثلاث مرات تحت حسين رشدي باشا، نفس الوضع مع محمد محمود. وحسين رشدي باشا كان من المنسقين الكبار لثورة 1919. أنا بدي دايما عن كل واحد، بندي عن كل واحد إيه خلفية سريعة يعني، لأن احنا مش هخش في التفاصيل، مش هنتعمق في التفاصيل طبعا. يعني يهمنا نعرف قيمة الراجل أو الرجال اللي أسسوا الدور الوطني، اللي كمان أسسه مش للأهل بس، ده للوطن نفسه بالظبط كده. أنت بتدور على قيمتهم في مصر. الدور ان بنقول الناس القيمه ديت هي دي اللي عملت واسست النادي الاهلي، الكيان التاريخي اللي احنا فيه ده، اللي حطت البذره الكبيره في النادي الاهلي، اللي عملت النظام المؤسسي للنادي الاهلي. فانا ما بنتعمقش، احنا لو نتعمق في كل واحد فيهم ممكن ناخد حلقه، كل واحد محتاج حلقه فيها تفاصيل كتيره في تاريخهم على فكره. بس انا عاجبني يا استاذ سعيد ان حسين رشدي باشا او كل الاسماء اللي احنا قلناها من المؤسسين، التاريخ الوطني لمصر هو كانوا جزء من تاريخ وطني لنشاه نادي جزء من تاريخ البلد. بالظبط كده. هم يعني من ابطال ثوره 19، ومن ابطال اول دستور 23، ومن ابطال حقبه تاريخيه مهمه جدا. انا عايز اقول لك ان حسين رشدي باشا ده معاه واحد كان يعتبر فقيه دستوري يعني معاه دكتوراه في القانون جامعه سربون، وفي نفس الوقت معاه دبلومه في العلوم السياسيه، يعني جمع الاثنين. فالراجل ده بيعتبر يعني قيمة سياسية جامدة جدا، تكنيكالز يعني فني، يعتبر تكنوقراطي وفي نفس الوقت سياسي، فجمع بين الحاجتين، دراسة اللي دارس السياسة كعلم ومارس السياسة على الأرض. الحاجة الثانية، ناس كتير ما تعرفش إن هذا الرجل حكم مصر لمدة سبع شهور حاكم مصر، سلطان مصر للإنجليز لما شالوا عباس حلمي الأول سنة 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى. هو كلف عين حاكما لمصر بالنيابة عن الخديوي، فقعد من شهر مايو لغاية شهر نوفمبر هو الحاكم الفعلي لمصر، ولعب دور مهم جدا بقى خلال الحرب العالمية الثانية، لأن مصر واجهت ظروف صعبة في خلال الحرب العالمية الأولى، ظروف صعبة، نقص غذاء، نقص تموين، وده حصل في كل العالم أثناء الحرب. هو لعب دور مهم جدا جدا في حفظ التوازن ده. بعد كده لعب دور مهم جدا جدا من 14 ل 19، يتولى الوزاره ثلاث اربع مرات في الفتره دي، لكن اهم شيء عمله برضه كان قدم استقاله لسبب خاص بمطالب مصر الخاصه برفع الحمايه البريطانيه عن مصر وحصول مصر على استقلالها، او يعني وحصل بعد كده مصر على استقلال المقر. المهم ان هو اللي نصح سعد زغلول ان هو ياخد معاه وفد شعبي وياخد معاه وفد رسمي من الحكومه، وهو قدم ده للسلطات البريطانيه كرئيس حكومه، قال لهم هيبقى في وفد رسمي وفد شعبي مع كذا عشان مفاوضه، فقالوا له لا، قال لهم سلام عليكم برضه استقال. فدايما تبص لهم حتى اللي كلهم صحاب مبدا فبيستقل موقف مبدئي ما فيهوش مصلحه خاصه، لا موقف خاص مبدئي خاص بالمصالح المصريه في هذه الفتره. الكلام عن هذا الرجل برضه راجل يعني دول هتبص لهم نخبه ساهموا في صناعة تاريخ الوصف، وكان رموز المجتمع في فترة من أحرج وأهم الفترات السياسية اللي ماجت بها الأحداث لفترة طويلة، فترة يعني الحرب العالمية الأولى، وبعدين ثورة 19، ما بعد ثورة 19
يعني الحركه الوطنيه كانت بتموج وكان في صراع. وبعدين عايز اقول لك حاجه، حسين رشدي باشا ده هو اللي جابه بعد كده، جيب صار يعني اللي جابه عبد الخالق ثروت مسكه لجنه دستور 23، ياسس لدستور 23 وده اهم دستور كان في تاريخ مصر. فتبص لقى عبد الخالق ثروت حسين رشدي بيسلموا بعض، واحد في هتبص لهم حتى لرئيس وزراء بيجيب اللي معروفين، فتبص لقى ده وزير عدل وده رئيس وزراء، يعني يعني المسائل كانت ان هم كانت مجموعه متفاهمه على مصلحته، متفقه على حاجه واحده مصلحه الوطن. ممكن يبقى في بينهم خلافات او كده، لكن مصلحه البلد والمصلحه الجماعيه في الاساس. اه بالظبط كده. ومن هنا بنتكلم على القيم والمبادئ والتاريخ. لو الناس بتتكلم ده جاي او راجع لايه، اعتقد دلوقتي الناس عرفت تاريخ الاهلي وبدايته ونشاته والقيم والمبادئ والكيان ده. كان اكيد بسبب ظروف تاريخيه في وقتها والناس كلها استمرت عليها. انا بس عايز اصحح حاجه، هو ابو محمد محمود باشا كان اسمه محمود سليمان باشا، والد محمد محمود، والد محمد اسمه محمود سليمان باشا مش محمود سلطان. انا غلطت في فانا بعتذر على هذا الخطا. تمام اوكي. طيب نبدا بقى نتكلم على الاجتماعات وانطلاقه الاجتماعات وكيف بدات اجتماعات تاسيس النادي الاهلي وتاريخ بدء تاريخ النادي الاهلي من خلال الاجتماعات الرسميه للمؤسسين. طيب احنا زي ما قلت قبل كده دايما احنا كان لينا مع الاستاذ سعيد ومعاك ان احنا قلنا من الاول مرحله التاسيس هتطول معانا شويه. بالظبط. ليه؟ انت بعد كده هتتكلم عن تفاصيل سهله. اصعب فتره في النادي الاهلي واللي خلت الاهلي وصل لهذه القيمه اللي احنا بنتكلم عنها هي السنه الاولى والمحاضر الاولى والاشخاص المؤسسين والظرف الزمني اللي تم فيه تاسيس النادي الاهلي. ومين هم؟ علشان كده ناس كتير قوي تستغرب انت ليه بتستطرد كتير في الحديث عن هذه الفتره؟ لان النظام المؤسسي اللي عايش فيه النادي الاهلي واستمر لغايه النهارده، لغايه النهارده دايما بيضرب بالنادي الاهلي المثل في الكيان المؤسسي. تمام. فعشان كده احنا كان لازم ندوس شويه في فتره التاسيس والظرف الزمني والاشخاص. ونقول مين الاشخاص؟ لان اللي هتقرا في تفاصيل المحاضر هتشعر بفخر كبير جدا ازاي ليه الناس دي اشتغلت بهذه الطريقه. طيب اول الناس اشتغلت بالطريقه دي. تمام. عشان هم دول مش حد تاني. تمام. لان ناس تانيه ما كانتش هتشتغل بهذا الشكل وبهذا النظام. انا معانا النهارده صوره اول محضر للنادي الاهلي. تمام. ده اول محضر للنادي الاهلي قبل ما نتكلم في تفاصيل. الاستاذ سعيد جايب اول محضر او تاني محضر للجنه الاولمبيه المصريه. ده محضر النادي الاهلي باللغه العربيه، ده بتاريخ 24 ابريل 1907. احنا مش هنتكلم في تفاصيل لسه. تمام. نتمنى نعرض دلوقتي ده صوره المحضر. في صوره تانية بقى اللي محضر اجتماع اللجنه الاولمبيه هنشوف الفرق بين الاثنين اللي اتعمل في نفس الفتره. تمام. 1910 او 11 هتشوف الفرق الشكلي. هنا المحضر المحضر هنا باللغه الفرنسيه، لكن محضر النادي الاهلي باللغه العربيه. باللغه العربيه، وهذه ليها دلاله وطنيه في منتهى الاهميه. محضر اللجنه الاولمبيه باللغه الفرنسيه والمحضر النادي الاهلي باللغه العربيه. ليه النادي الاهلي حريص على محضره باللغه العربيه؟ لان النادي الاهلي طالع في وقت المناداه بتمصير كل شيء، هويتك اساسها لغتك العربيه. كان كل المؤسسات تحمل اسماء اجنبيه وكل المخاطبات باللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه. السلطات البريطانيه باللغه الفرنسيه، معظم المؤسسات باللغه الفرنسيه، لان دي كانت الثقافه السائده. فلما النادي الاهلي يبقى حريص على انه محاضره باللغه العربيه مش بالفرنسيه، وكلهم ثقافتهم فرنسيه على فكره، ما عدا واحد، ما عدا محمد باشا. ده ثقافته انجليزيه. فلما يطلع في الوقت ده المحضر بالشكل ده، ومحضر اللجنه الاولمبيه اللي اتعملت اتاسست بعد النادي الاهلي بثلاث سنين باللغه الفرنسيه، فتعرف الفارق بين النادي الاهلي وبين اي مؤسسه ثانيه، حتى اللجنه الاولمبيه اللي كان رئيسها حين التاسيس عمر طوسون، الامير عمر طوسون، بس كان معاه بولوناكي اللي هو المؤسس الحقيقي، كان في بعض الرموز. هنا الدلاله المهمه جدا، احنا قعدنا نحارب كتير جدا في اللجنه الاولمبيه الدوليه مصر واحمد دبلاش شوني عشان تعتمد اللغه العربيه كلغه رسميه
في اللجنة الأولمبية الدولية، دي أهم مؤسسة دولية، حاربنا في الاتحادات الدولية زي في الفيفا والاتحادات الرئيسية عشان ندخل اللغة العربية فيها، كانت حروب جامدة. ليه؟ أنت بتحافظ على هويتك الوطنية. تمام. الهوية تبدأ من اللغة. ما هو ده نفس إطار المشروع اللي كنا عنه. أنت هل أنت كنت بتنشئ نادي رياضي ولا بتعمل نادي في إطار مشروع وطني قومي في الزراعة وفي الاقتصاد وفي الجامعات الزراعية وفي التعليم إنشاء الجامعات وفي... لا، أنت اللي احنا شايفينه من قراءة هذه الأوراق انك بتعمل مشروع. الأهلي أنشئ في إطار مشروع وطني. مشروع وطني. مشروع وطني. آه لأنه أنت كمان أنت أما كنت بتاك القوى الوطنية وقيادة مصطفى كانت بتنادي بتعريب المناهج، لأن المناهج كانت باللغة الإنجليزية بالزبط. كلها فقاضوا حرب مهمة جدا، وكان من أسبابها تأسيس الجامعة المصرية، الجامعة الوطنية أو الجامعة الأهلية المصرية، عشان يواجهوا عملية التغريب ده أو طمس الهوية المصرية. ففي الظرف ده يطلع النادي الأهلي ويطلع الرموز دي الجامدة جدا، والمحاضر باللغة العربية ومفيش محاضر باللغة أجنبية، كان بداية تمصير الرياضة المصرية، بداية حرب طويلة المدى أو نضال وكفاح ساهم فيه رموز كتير جدا من النادي الأهلي ومن غير النادي الأهلي الحقيقة في عملية التمصير ده، لأن كان مشروع وطني تمصير المؤسسات. تمصير المؤسسات. في نقطة مهمة كمان في النقطة دي، أنت كل قراءة لتاريخ النادي الأهلي بالوثائق والأوراق ومحاضر مجلس الإدارة بتديك بعد وطني مختلف. معلش، نقطة أن ده يكون بالعربي في وقت جميع الوثائق بتكتب باللغات الإنجليزية أو الفرنسية، ده بيقول لك بوضوح أن تأسيس النادي الأهلي جاء في إطار مشروع وطني يتم فيه بناء مؤسسات موازية للكيانات الإنجليزية. وفي نفس الوقت احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ايه، الناس دي وهي بتعمل الكلام ده حافظت على الهوية الوطنية المصرية في محيطها العربي والإسلامي، بأن كل اللي عملوه كان ماشي في هذا الإطار. ورثوا كمان، ورثوا هذه الثقافة ورثوها اللي بعد. هل تعلم أن محاضر اللجنة الأولمبية المصرية فضلت تكتب باللغة الفرنسية والمخاطبات كلها وكل المحاضر إلى 1934؟ صح. تم عملية تمصير اللجنة الأولمبية والمحاضر، هذه العملية تمت في النادي الأهلي. هو فعلا أول اجتماع للجنة الأولمبية كان في مقر النادي الأهلي؟ أول اجتماع بعد التمصير. بعد التمصير. بعد 24 سنة من التأسيس. يعني هو كان في النادي الأهلي الاجتماع، وكان كانوا معظمهم تقريبا من أبناء النادي الأهلي. يعني الجيل اللي اتكلمنا عليه من شوية ده ورث دي، يعني حتة أن أنا بكرس لمسألة اللغة ومسألة التمصير وكده. اتعمل اجتماع في النادي الأهلي أعلن فيه أول لجنة مصرية خالصة، لأن ما فيهاش أجانب، وباللغة العربية، المحاضر باللغة العربية، وكان فيها بقى ناس زي أحمد حسين باشا كان رئيس النادي الأهلي، جعفر والي باشا. المحضر ده موجود في متحف اللجنة الأولمبية المصرية، موجود عندنا هنا. لو المحضر موجود عندنا، جابه السعيد قبل كده. أنا جبته قبل كده، يا ريت يجيبوه، لأن ده محضر في منتهى الأهمية. هو بيقول لك النادي الأهلي محافظ على خطه، وهو اللي متصدي أو متصدر عملية التمصير المصرية. التمصير هو اللي قايم بهذه الرسالة وقايم بهذا الدور، وكقاطرة بتقول الرياضة في هذا الإطار المهم. يعني طيب، تقدر تقول لي في الخمس دقايق المتبقيين من الحلقة ومن الفقرة كيف بدأ أول اجتماع؟ طيب، عشان خاطر أنا هقول قراية سريعة، لأن أول ثلاث محاضر مرتبطين ببعض. تمام. فإن شاء الله احنا خلاص احنا بنخش بقى في تاريخ النادي نفسه دلوقتي. تاريخ النادي ده والبداية. طبعا. بص حاجة، هو هنا أشار في هذا المحضر لحاجتين، ودول أهم حاجتين أنا عايز أتكلم فيهم. أشار لتعيين حضرة محمد أفندي شريف سكرتير للجنة بما هي شهرية قدرها 6 جنيهات مصرية، من يوم قال كده في المحضر 8 أبريل 1907. هو صورة محمد أفندي شريف معنا، ويمكن خد البكوية بعد كده. في حاجتين مهمين قوي. أولا، بيؤسس اللي احنا قلناه قبل كده، ان كان في جلسه في 8 ابريل، الجلسه اللي هي عاوزين نعمل نادي وناخد موافقات. ده محمد افندي شريف. محمد افندي شريف اول موظف باجر في تاريخ الاهلي. اول موظف باجر في تاريخ الاهلي. محمد كان محامي صغير مع عمر لطفي، واصبح عمر بيك لطفي، واصبح بعد كده خد البكويه في العشرينات. ده
خد بقى الفكره ده يعتبر اول مدير للنادي الاهلي. خد بالك اول مدير فكره المدير يعني خد بالك الفكره ماشي الاعمال بيمارس اعمال اداريه وينفذ قرارات مجلس الاداره. هي دي ليها دلاله بقى مختلفه شويه، انك من اليوم الاول بتحط نظام بتحط اساس بتعين موظف يدور الاستراتيجيه المجلس بالظبط كده دولاب العمل هيمشي ازاي جايب واحد علشان كده عشان وجود واحد زي محمد شريف ده انت عندك جميع محاضر مجلس الاداره تعمل احتفاظ بيها وما ضاعتش. ما اصلها انا وانت مش فاضيين احنا عندنا اشغال كتير قوي. انت عشان بداتها بشكل استراتيجي وبشكل مؤسسي من اليوم الاول انا مش عاوز اخش في تفاصيل المحضر ان في تفاصيل كتيره جدا. اول ثلاث محاضر مرتبطين هم تاسيس النادي الاهلي. هنبدا نستعرض ده من الحلقات الجايه ان شاء الله. لكن احنا حابين نتكلم في ايه؟ ان من اسباب انك انت حافظت على تاريخ النادي الاهلي انك جبت من اليوم الاول جبت محمد افندي شريف يوم 8 قعد في القعده شاف اللي اتعمل عمل محاضر اللي كانت تتفاجئ بمفاجاه ان جميع هذه المحاضر السنه الاولى لم تعتمد الا في مارس 1908. انت ده كله بتاسس وبتعمل محاضر وتركن وبتعمل اجتماعاتك مفيش نادي لسه مفيش نادي انت شغال في الانشاءات تمام. ما تنساش ان النادي اتفتح في 1809 بس شوف انت كنظام مؤسسي تعين محمد افندي شريف محامي صغير لسه خريج وكان برضو من طلبة النادي المدارس العليا. أنا عايز أقول لك حاجة كمان مهمة كده قبل ما نختم إن عمر لطفي قام يعني كمل دوره الرائع إن هو كان هو كلف بعمل النظام القانوني أو عمل الوثيقة القانونية لتأسيس الشركة كلف ده من مجلس الإدارة وكلف بانه يكون تقريبا المستشار القانوني للنادي على الرغم ان هو هو وراء الفكره هو صاحب الفكره الجباره بس هو كان المستشار القانوني للنادي ومثل النادي امام البنوك والهيئات. شوف قام بدور صغير ده يعتبر دور صغير على الرغم ان هو عمل جبار بس بيبين لك ان طارق سليم مره قال لك انا مستعد اشتغل على بوابه النادي الاهلي. انا بس قبل ما نختم احمد شوقي رسى اثنين خلال 20 سنه من ضمنهم عمر لطفي مصطفى كامل وعمر لطفي. انا عايز اقرا لك بس بيتين من قصيده مهمه جدا عن عمر لطفي فهو بيقول فيها ايه يعني سلوا الارض هل زينت للعليم وهل ارجت كالجنان الحفر وهل قام رضوان من خلفها يلاقي الرضي النقي الابر الى جنه خلقت لكريم ومن عرف الله او من قدر قفوا بالقبور نسائل عمر متى كانت الأرض مثوى القمر. أستاذ سعيد وهبي أنا بشكرك نورتني وشرفتني. شكرك أستاذ محمد مصطفى بشكرك. أشكرك وبرضو للمرة الثالثة والعشرة وإلى ما شاء الله أشكر القناة أن أنا قاعد مع أستاذ سعيد وهبي. ربنا يخليك أشكرك. بنعمل لنا حوارات طويلة مع بعض وبنتعلم منه كتير الحقيقة. أنا بشكركم بالتأكيد. شرف لي أن أنا قاعد معكم. وهنختم بحاجة بالتأكيد في إطار اللي إحنا بنتكلم فيه وهتسعد الناس كمان اللي إحنا بأن احنا بنتكلم عن التاريخ وتوثيق التاريخ لازم نختم بهذا الفيديو التاريخي بالنسبة لتوثيق تاريخ النادي الأهلي. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وما زال للحديث بقية. شكرا وإلى اللقاء. مرور 100 سنة